مرحبا بكم في حلقة أخرى من الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية ماي 2018، اليوم الاثنين 23 أفريل 2018، وحلقة هذا اليوم مع مترشحين ولاية منوبة. تعودت بأن يكون معنا ديما أربع عن قائمات حزبية وزوز عن قائمات مستقلة في إطار مناظرة بطبيعة بين مترشحين الولاية، تطرح فيها محاور كبرى في علاقة بالعمل البلدي، أسئلة يجيب عليها المترشحين في دقائق معدودة بطبيعة تضبط من خلال فكرة البرنامج. اليوم بطبيعة تقريبا القائمات الكل حاضرة، بعد شوية تتحق بنا حركة نداء تونس، ولكن بقية المترشحين حاضرين معنا في حلقة منوبة ل 23 أفريل 2018. سعادة جدا بحضورهم معنا، وتبدأ الحلقة بطبيعة نذكركم بسؤال في إطار عام ثم أسئلة في محاور خاصة. رحبوا بهم برشا، ونبدأ رحب على يساري بقائمة أولاد منوبة عن دائرة منوبة سليم بن عمارة. أهلا وسهلا بك سليم. أهلا بك. رحبوا بالتيار الديمقراطي السيدة وردة عطية عن دائرة دوار هيشر. أهلا وسهلا بك سيدة وردة. مرحبا بك. رحبوا أيضا بحركة مشروع تونس السيد محمد الطياري عن دائرة المرناقية. أهلا وسهلا بك سي محمد. بك أكثر. رحبوا أيضا بقائمة مستقلة غدوة خير عن دائرة جديدة فخر الدين ترجمان. أهلا وسهلا بك سي فخر الدين. شكرا. مرحبا بك عاشق. ورحبوا أيضا بالسيد فوزي جاب الله عن حركة النهضة عن دائرة منوبة المدينة. أهلا وسهلا بك سي فوزي. أهلا وسهلا. وبعد حين تلتحق بنا عن حركة نداء تونس مريم غويلي عن دائرة دوار هيشر. أهلا وسهلا بكم جميعا. أكيد تفرجتوا في هذه المناظرة وتعرفوا قواعد المناظرة وكيفية طرح الأسئلة والدقائق حسب الأسئلة. عادة كل سؤال أو كل محور عنده أربع دقائق باش تجاوبوا عليه. قبل ما ندخلوا في أسئلتنا خلينا نبدأ بالطبيعة حسب القرعة في الكواليس راهو الترتيب والإجابات. نبدأ معك أنت سي سليم بن عمارة عن قائمة أولاد منوبة دائرة منوبة المدينة، لو كان تعرف لنا بروحك أكثر في 30 ثانية. بارك الله فيكم على الاستضافة. سليم بن عمارة، العمر 52 سنة، نترأس قائمة أولاد منوبة اللي هي قائمة مستقلة، قائمة معدل العمر تاعها 39 سنة، 80% فيها شباب. شكرا لك سي سليم بن عمارة. نجيو للسيدة وردة عطية عن التيار الديمقراطي دائرة دوار هيشر في 30 ثانية قبل ما نروحك. وردة عطية مهندسة 47 سنة، قدنا بدور هيشر ونمثل بلدية دور هيشر ونمثل بلديات بقيت بلدية منوبة، المنوبة المدينة وجديدة والمرناقية واد الليل وبرج العامري والبساتين. ناشطة في العمل الجمعياتي في الكشافة التونسية قبل، وكنت عضو مؤسس الجمعية قدماء المدرسة العليا في لحب الكاف. نمارس في العمل الحزبي منذ مدة. شكرا لك. شكرا لك سيده ورده عطيه عن دوار هيشر. مازالوا لك زوز ثواني يظهر لي اذا عندك ما تقول مسالش. مرحبا بك. حركه مشروع تونس سي محمد الطياري عن دائره المرناقيه في 30 ثانيه قبل ما نروحك. محمد الطياري، موظف بديوان تونسي من الخارج، رئيس قائمه حركه مشروع تونس. رئيس قائمة حركة مشروع تونس بالمرناقية. القائمة نتاعنا معنا تضم من خيرة ما عندنا في المنطقة، طاقات شبابية، أكبر معناها أكبر الأعمار ما يتجاوز 42 عام اللي هو أنا. شكرا لك سي محمد الطياري عن حركة مشروع تونس دائرة المرناقية. نجيو لسي فخر الدين ترجمان عن قائمة مستقلة غدوة خير دائرة جديدة قبل ما نروحك سي فخر الدين. فخر الدين ترجمان 44 عام، أصيلي جديدة، رئيس اتحاد جهوي الفلاحين بولاية منوبة، عضو مجلس مركزي وطني، رئيس مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية، مترشح على قائمة مستقلة غدوة خير رقم 4. إن شاء الله تكون مستقبل باهي الجديدة، وإن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله تونس الكل مستقبل باهي. نجيو لك أنت سي فوزي جاب الله عن حركة النهضة دائرة منوبة قبل ما نروحك. شكرا. فوزي جاب الله، مهنتي محامي، مترشح على حركة النهضة في بلدية منوبة. قائمة حركة النهضة في منوبة وفي كل الوطن متكونة من نصف منخرطين أعضاء الحزب ونصف مستقلين. قائمتنا في منوبة يرأسها الأخ والسيد محمد خالد ترجمان، هو مستقل عن الحزب، وأحاول في هالمداخلات أني نعبر تعبير ثلاثي، من ناحية على توجهات الحزب، ومن ناحية على جهة منوبة والمشتركات بيناتها كثيرة، ومن ناحية على البلدية اللي أنا مترشح فيها اللي هي مدينة منوبة. شكرا لك.
شكرا سي فوزي جبلة. هو بالحق للتوضيح معناها راهو انتم في نهاية الامر حاضرين على احزابكم في الولايه وايضا عن الدوائر اللي انتم مترشحين فيها. باش نبداو باول محور اللي هو محور عام واللي هو حول الاولويات اللي تم تحديدها بالطبيعه في البرامج الانتخابيه لمختلف المترشحين لهذه الحمله الانتخابيه لانتخابات البلديه. لكن قبل هذا نمشيو مع هذا التقرير اللي امنوا فريق البرنامج فيه فكره عامه حول ولايه منوبه ثم نعود لطرح السؤال. هذه ولاية منوبة، ولاية تمتد على 1137 كيلومتر مربع وعدد سكانها أكثر من 397 ألف نسمة، أما عدد بلدياتها فهو 10. وفي منوبة قطاع سقوي يغطي حوالي 26 ألف هكتار من الأراضي الخصبة، وتساهم الولاية بأكثر من 67 ألف طن من الحبوب في الناتج الوطني وأكثر من 44 ألف طن من الطماطم. وتضم الجهة العديد من المؤسسات تتمركز في 8 مناطق صناعية، وتبرز الصناعات التقليدية كقطاع مميز داخل الولاية، خاصة مع وجود القرية الحرفية بالدندان وحوالي 80 وحدة حرفية متعددة الاختصاصات كما صناعة الزربية والنسيج اليدوي وغيره. وبرغم ما تتميز به الجهة من أماكن قابلة للاستغلال السياحي، فإن القطاع يشكو من عديد المشاكل ويكاد يكون منعدم في الجهة. الجهة اللي فيها كذلك 14 مؤسسة علمية توفر تكوين في عديد الاختصاصات، وفيها كذلك 6 دور ثقافة. لكن في منوبة نسبة البطالة تبلغ أكثر من 25%. ولاية هامة جدا وفيها نسيج اقتصادي متنوع، وأيضا هناك تحديات صعبة جدا يجب رفعها في المرحلة القادمة. نبدأ معك أنت سي سليم معمر عن القائمة المستقلة أولاد منوبة، والسؤال الإجابة عليه بتكون في 4 دقائق بالطبيعة لك أنت، هو شنية أولوياتكم اللي حددتوها في برنامجكم الانتخابي واللي تهم المنطقة؟ تفضل. هو ديجا برنامجنا الانتخابي يتضمن 8 أكس. من الأولويات اللي هي البنية التحتية النموذجية، وهي اللي تمثل في إصلاحات قصيرة المدى، إصلاحات متوسطة المدى. إصلاحات قصيرة المدى هي إصلاح الإخلالات الظاهرة، الطريق المحفر، المادات اللي فيهم برشا مشاكل، اللي ساعات وقت اللي تصب الشتاء معناتها تبدأ تمشي تغرق ساقك، دونك هذوما. الضوء بيان سور، والنظافة. النظافة هي منوبة كلها تشكي من الحكاية هذه نتاع النظافة، هما سيغتو فما بعض الأحياء كيما باغ إكزومبل حي بوستيل، اللي واحد وقت يخرج الصباح من داره حاشاكم يعرض ويصب على طابية تاع زبلة، دونك تصور أنت كيفاش باش يمشي يخت ولا كيفاش باش يعمل قهوة. دونك هذه من الأولويات اللي هي تتقد في أجيال قصيرة معناتها واحد قادر عليها. فيما يخص الطرقات فما برشا، اما سورتو فما احياء كيما سيرة سنيد بن عبد الله، فما هذا حي بوذينه كي تمشي له تروح ما ترقدش. ديجا كي تشوف الصغار تقول هذوما كيفاش وقت اللي تصب مره اخرى، وديما حكايه الشتاء هي هذيك المشكله في منوبه كسوا في وسط منوبه ولا في الحوم نتاع منوبه. دونك صدقني تقول تمشي فوق القمر ماكش معناتها، تصور انت يلبسوا شكاير الصغار والكبار باش يخرجوا باش يمشيو، واللي عنده كهرباء بابا هذاك تسمى سافا سلك، اما مساك العباد اللي بلاش كراهت. هذه حاجه من الحاجات معناتها من الاولويات بلوتو، مش من الحاجات هذوما من الاولويات. وفما اصلاحات متوسطه المدى اللي هي باغ اكزومبل كيما تجديد المارشين تاع منوب، اللي هو وقت اللي باش تمشي تقضي معناتها تترنخ، ديما نحكي على الشتاء انا بورتو دخلنا للسيف، دونك تترنخ، دونك ما فماش فما فوضى في وسط المرشي، البياعة كيفاش متنصبين وهم مساكن بيدهم يتشكيو، دونك هذا اللي يلزمو باش تنظف، هذوما الأولويات. فما بون حاجات أخرين اللي سورتو الحي اللي نحكي عليه هو حي بوذينة،
وعندهم مشكله الماء زاد بخلاف لاسنسمو عندهم الماء، فما 32 دار ما عندهمش ماء باش يشربوا. دونك وقت اللي مول الدار باش يروح باش يخم باش يقري ولاده ولا باش يعمل حاجه، غدوه ساعه باش يجيب الماء الغدوه الصباح. دونك مشكله بون سوا ديزون مازالوا مشكله بين قاعدين الجماعه معناتها طالفح بين السوناد وبين دراشنيه وبين البلديه. دونك احنا من واجبنا وان باش ندخلوا دونك بلديه باش نشوفوا مع السوناد شنو اللي يلزمهم، شنو اللي كذا، شنو اللي هذوما ديجا الاولويات. فما زاده السيركولاسيون في وسط منوب اللي سورتو وقت اللي اي وقت خروج الاولاد من المكتب. الوغ لا ما نحكيلكش لازم تجي وتشوف تاكل بعض واللي باش يعمل دومي تور في وسط كياس والدوزيام بوزيسيون كذا تدخل بعض. دونك هذه حاجه من الحاجات اللي باش نخدموا عليها، فهمتني؟ دونك هذايا فيما يخص وبيان سور. وبعد هي بعث التنميه الاستباقيه واللي هي مربوطه بمجله الجماعات اللي توا مازالوا ياخذوا يعطيوا. دونك فما حكايات معناتها مربوطه بها هي، مي كوميم احنا خدمنا على البرنامج دون سو سونس، كو سوا تجي ولا ما تجيش، كان جيت مرحبا ونكملوا نخدموا عليها. شكرا لك، شكرا سليم عماره عن القائمه المستقله اولاد منوبه. نجيو للتيار الديمقراطي السيده ورده عطيه عن دائرة الدوار هيشر، نفس السؤال. الأولويات نتاعنا احنا أهم أولوية بالنسبة لنا احنا هي زرع الثقة بيننا وبين المواطنين نتاعنا بالمتسكنين في ولاية منوبة. هذاك علاش احنا نقترحوا أول باش نجموا نخدموا معاهم ونجموا نتواصلوا معاهم، احنا نقترحوا في أول إن شاء الله من نكون موجودين في المجلس البلدي، نقترحوا ان احنا نقوموا بالتصريح العلني على ممتلكات كل المستشارين البلديين. الاولويه الاخرى اللي عندنا هي مشكله بلديه منوبه هي النقل والطرقات. يعني مشكله باش نتنقلوا ما بين منطقه ومنطقه اخرى في ولايه منوبه، حتى في اصل دور هيشر، في البساتين، في برج العامري، مشكله باش تتنقل من في وسط المنطقه ومن عماده لعماده. البنية المهترئة هذيك حدث ولا حرج، يعني تمشي الحي صفاقسي حي بولاكباش في دور هيشر الريف في قلب المدينة، يعني ما فماش طرقات، ما فماش من باين بيست، ما فماش يعني طرقات مهيئة، يعني والطرقات المهيئة محفرة برشا. دونك فما احنا تو حاليا مشاريع بصدد الإنجاز مش نتبعوها إن شاء الله، مش نتبعوا احنا ما دام طبقتها الكرة الشروط، ومش نحاولوا ان احنا نحافظوا باش تكمل الطرقات هذه. حتى تاكسيست ما يحبش يطلع واحد تقول له الدور هيجر يقول لك لا 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 كيساتكم لا من ما يساعدنيش. دونك عندنا الاولويه الاخرى هي المنوبه عامه كولايه، هي ولايه فلاحيه. ولايتنا فلاحيه عندنا مشكله التسويه العقاريه. وعندنا دونك المشكله هذه وعندنا مشكلة محافظة على الأراضي الفلاحية. دونك أمثلة التهيئة يلزمها تتراجع حسب رأينا نحن في التيار الديمقراطي، يلزمنا نراجع أمثلة التهيئة، يلزمنا نحميو مصادر الأكل ماهيش مصادر أخرى، يعني مش ياكلوا أولادنا، يلزمنا نحميو أراضينا الفلاحية ونعملوا إعادة نظر في أمثلة التهيئة نتاعنا. ونجموا نزيدوا ندعموها خاطر الفلاحه هي اكثر يعني قطاع يعني فيه الخدمه، يعني نزيدوا الصناعه التحويليه هذا سكونو بروبوزي، يعني هذا اللي نقترحوه. دونك باش اولاد المنطقه يبقاو في المنطقه وينفعوا المنطقه ان شاء الله. المسؤوليه الاولويه الرابعه باش نحاولوا نركزوا الاقسام للاستعجالي في دور هيشر، في المرنقيه، في برج العامري، في المناطق وادي الليل، ما عندناش اقسام مستعجليه، يعني احنا ماناش بعاد برشا على العاصمه، مي تعبين برشا، عندنا ارياف في منوبه، وفي حاجه الاقسام استعجالي على الاقل، كما نقولوش مستشفى جهوي، في حاجه على الاقل الاقسام استعجاليه. الاولويه الخامسه هي تحسين ظروف العيش في هذه الولايه. هذه الولايه مكتظه كثيرا، يعني اذا كان 72% يعني نسبه
سكان، يعني احنا في الكثافه السكانيه احنا في دور هيشر 346 ساكن في الكيلومتر المربع، وخاصه في دور هيشر يعني الا زاد النزوح خاصه بعد الثوره. منطقه كي من هذه فيها ما يعني مساحات خضراء ماهيش مستغله كما ينبغي، حرصنا عليها كتيار باش تجدد زوج منتزهات، منتزه النسيم ومنتزه الشباب، وعاودت شفتهم قبل ما نجي لهنا، هي ما عنديش برشا ماهوش بحال التعجب، يلزمنا نسترجعوهم نحن من يعني من الولايه، خاطر هما تابعين الولايه ولا تابعين المجلس الجهوي، وتهتم بهم ان شاء الله البلديه بالتعاون مع القطاع الخاص. اذا كان احنا لقينا مواردنا تسمح لنا، وان شاء الله مواردنا تسمح لنا، باش احنا نقوموا ببعث يعني خليه بسنا وخليه حراسه، ان شاء الله نحن نقدوا احنا كبلديه مواردنا ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك سيدة وردة عطية عن التيار الديمقراطي دائرة دوار هيشر. نجيو لسي محمد الطياري عن حركة مشروع تونس دائرة المرنقية نفس السؤال. شكرا. بالنسبة للأولويات معناها قائمة حركة مشروع تونس بالمرنقية، الأولويات هي باش تكون معناها ترتكز على مشاغل المواطن في المنطقة. أولا باش نبدا معناها مركز المعتمدية، معناها شنية فيه من مشاكل، المشاكل تتجسد في مشاكل تكون أساسا متعلقة بالبنية التحتية. اللي تشكو معناها سوء معناها سوء إعادة نظر أو سوء معناها أو سوء إصلاحات أو سوء عناية، نجم نقولوا معناها اللي معناها البنية التحتية في منطقة المرنقية معناها عائق كبير بالنسبة للمواطنين في التنقل أو في كل معناها تنقلات، معناها سواء معناها بالنسبه للمعنى في معناها في معناها في المنطقه، سواء في الاماكن معناها القريبه من البلاد. باش نخرج معناها من منطقه المرنقيه، الاشكال هذا نتاع الكياسات والطرقات موجود في برشا مناطق. في حملتنا الانتخابيه معناها زرنا المناطق اللي تستحق التدخل، باش نذكر معناها بالاسماء المناطق هذيا. منطقه حي بورقبه معناها منطقه معناها تحشم باش تدخل، معناها حي شعبي فيه اكثر من 5000 ساكن، فيه من الطلبه، فيه من التلاميذ، فيه من العائلات المعوزه، فيه من الشيوخ، فيه من المسنين، فيه من النساء، معناها فيه من الاطفال اللي عندهم معناها مصالح تنجم تكون في المنطقه والا خارج المنطقه. مشكل كبير معناها الحي هذايا، حي معناها من اولوياتنا اذا كان معناها وفقنا ربي معناها في انتخاباتنا البلديه، انه معناها يكون عنده معناها اولويه، ومعناها ماهيش معناها في اطار معناها معناها الترويج معناها الحملات الانتخابيه، اما حقيقه معناها بالحق معناها واقع مرير معناها تعاني منه معناها المواطنين في الحي هذا، باش نركز عليه برشا معناها على خاطر معناها عندنا برشا مناطق معناها تستحق معناها التدخل، كيما منطقه الغضاونيه، كيما منطقه حميم، اما معناها المناطق هذه متضرره معناها بدرجه اقل. نحب نقول اللي الحي هذا يفتقر معناها المعنى الابسط المرافق، معناها اللي نجم معناها يلقاها من المواطن في منطقه معناها اللي ما تفوتش البعد نتاعها على 20 كيلومتر معناها على تونس العاصمه. وهذا معناها شيء معناها ما نحبش معناها باش نقعد نحكي فيه، هذه اولويه يلزم تكون معناها اذا كانت حركه مشروع تونس على راس بلديه المرنقيه تكون اولويه بالنسبه لها هي، واذا كان معناها الانتخاب نزيه اكيد باش يطلع ناس اكفاء. ومعناها من هنا احنا ناملوا انه معناها تكون اولويه للحي هذا، الى جانب منطقه الغضاونيه اللي ثم قسم مشترك بيناتهم، عندهم معناها زوز مشاكل، هو النقل، افتقار المناطق هذه اللي معناها لمراكز صحه اساسيه ما ثمش مستوصف. اثنين، المناطق هذه معناها تشكو معناها تهميش، سامحوني معناها في اللفظه، على خاطر انا معناها من معناها في زيارات معناها الميدانيه تفاجأت بالحق على خاطر معناها ما نتصورش في القرن 21 فما مناطق معناها تبعد 20 كيلومتر على تونس العاصمه معناها تفتقر معناها الابسط المرافق على غير المستوصف، معناها ابسط حاجه معناها ما نمشيوش على تاسيس معناها مستشفى والا معناها وحده معناها صحه والا حاجه كبيره. معناها ثانيا ثم اشكال ثاني اللي هو معناها افتقار المنطقه هذه اللي الى معناها بوسطه، باش نقولها بوسطه على خاطر فما برشا معناها كفاءات، ونعرف اولادنا يعديوا امتحانات وكذا
تفوتهم المناظرات على خاطر يفتقروا اللي ما ثماش بوسطه، تفوتهم المناظرات وما يمشيش ياخذوا الاجال المحدده اللي تعرف المستقبل. واضح، شكرا لك. شكرا سي محمد الطياري عن حركه مشروع تونس. نجيو لسي فخر الدين ترجمان عن قائمه مستقله غدوه خير، نفس السؤال. شكرا. الاولويات، احنا كي نقولوا الاولويات، الاولويات عديده، الكلهم يعتبروا اولويات، خاطر عندنا برشا نقائص في بلديه جديده. نبداو بالبنيه التحتيه، عندنا برشا احياء لحد الان ناقصين تنوير، ناقصين مياه شرب، عندنا برشا اشكاليات مياه شرب، عندنا برشا اشكاليات معناها في البنيه التحتيه، في مسالك الصرف. نجيو لتهيئه الاحياء، نحكيو على النمو الديموغرافي وعلى الاكتساح العمراني، هذا موجود لانه قاعده تكبر البلديه، ماذا بينا يكون منظم وفي اطر صحيحه وتهيئه جيده، ومن حق المواطن باش يكون يعيش في بيئه نظيفه وبيئه مهيئه كما يجب. تهيئه البنيه التحتيه، ومراجعه مثال للتهيئه العمرانيه ببلديه الجديده، ارساء اليه محليه للسهر على حسن انجاز المشاريع واجال تنفيذها، خاطر ديما تصير مشاكل في الانجاز وتعطيلات، وخاصه يصير مشروع ومن بعد تالي نلقاو كما يحكي له خيان كياسات محفره وزيقوات وكذا. نخمموا زاده في اداره قريبه للمواطن. احنا عندنا برنامج فيه 26 نقطه وعندنا 6 عمادات، شوات جديده الحديثه، جديده القديمه، الزاهره، المنصوره، الحبيبيه. نخمموا باش نعملوا دوائر، دائرتين بلديتين في شوات والزاهره للتقريب للمواطن معناها الاداري. العمل على انتشار النقل يربط كل الخارطة الجغرافية ببلدية جديدة، خاطر كما تعرف عندنا مناطق داخلية كما المعافرين، كما منزلسل، كما شوات الجلو، كما برشا مناطق اللي هي ما عندهاش نقل، ومشكل كبير للصغار باش يهبطوا معناها يمشيوا للمكتب، ناس تمشي على ساقيها وظروف صعيبة برشا برشا برشا. كيف كيف في الجانب التعليمي، ماذا بينا معناتها عندنا مثلا مناطق ناقصه مدارس اعداديه، يلزمنا معناها اضافه مدارس اعداديه. كيف كيف تحسين مناخ الاعمال ودعم الاستثمار واحداث هيئه محليه للاستثمار. في مجال الفلاحي كما تعرفوا جديده منطقه فلاحيه بامتياز وموجوده على ضفاف نهر مجرده. التسريع في الوضع العقاري واحنا خدمنا عليه في اتحاد الفلاحين، اللي هي انطلقت اشاره انطلاق تسويه 40,000 حاله فيها الاراضي الدوليه وفيها المساكن الشعبيه. عندنا برشا احياء مازالت الوضعيه العقاريه لليوم ما تسويتش، قاعدين نخدموا عليها ان شاء الله. نخدموا كيف كيف ان شاء الله على مكاتب تشغيل في جديده ما عندناش، مدارس تكوين، مدارس للمرأة الريفية للتكوين، وكما لما لا كما في دندان المرأة الريفية علاش ما تكونش قرية حرفية. والمشكل هو ما بعد الإنتاج في القرى الحرفية وفي الإنتاج لاحظنا حاجة اللي الحرفيات هذوما ينجوا برشا وما يلقاو شو يبيعوا. كيف كيف لما لا نخموا في سوق جمله في جديده، على خاطر الانتاج موجود، بعد الانتاج ديما عندنا مشكل في الترويج، لما لا نخموا في الاستثمار، تحويل الانتاج الفلاحي، نخموا في كيف كيف في معامل. عندنا 12 هكتار منطقه صناعيه، نجموا نستقبلوا الاستثمار، نجموا نخدموا على دعم الموارد البلديه. كيف كيف نجموا نستثمروا في السياحه الاجروتوريزم، السياحه الفلاحيه اللي هي تستقبلنا معناها السواح وتنجم تكون فيها مداخيل للمنطقه وفيها معناها فرصه ثقافيه حتى للجهه، دور ثقافه. العمل على احداث مدرسه للمهن ودعم دور القطاع الخاص في مجال التكوين، احداث شركات اساسيه للخدمات الفلاحيه اللي هي هذه باش تكون معناها الانتاج والبيع والتحويل، دعم الفلاح من البذره حتى للبيع. شكرا لك. شكرا سي فخر الدين ترجمان عن القائمه المستقله غدوه خير. عن حركه النهضه سي فوزي جاب الله نفس السؤال. شكرا. اولوياتنا في المنطقه يمكن تقسيمها بشكل منهجي عام الى 3 مجالات، هي مجال الحوكمة المحلية ومجال الخدمات ومجال التنمية والاقتصاد المحلي. لكن أنا يهمني باعتبار الانتخابات هذه هي أول انتخابات بلدية تجري في البلاد، وباعتبارها بالنسبة لنا في حزب حركة النهضة
الحزب اللي كان من أكثر الأحزاب الساعية للمساهمة في إنجاز الانتخابات البلدية، وحتى الكتلة البرلمانية كانت ساعية في هذا بشكل جدي. نقوله لأنه سنبذل في الحزب كل الجهد الممكن، سواء على مستوى الجهات ولا على مستوى المركز اللي باش يقدم الخدمات ويقدم الخبرة ويقدم الدراسات التي ستساعد كل بلدية وكل جهة على أنها تتعامل مع الخصوصيات. نرجع لثلاثة مجالات. مجال الحوكمة المحلية يمكن نقسمه لزوز مجالات داخلية تفصيلية. أولا هو هيكلة إدارة البلدية وتحسين نسبة التأطير فيها، هذا يمكن أن يكون عن طريق تسريع الخدمات البلدية، تقليص نسبة الانتظار، توفير خدمة خاصة لبعض الفئات في فترات معينة، مثلا كنتحدثوا على التلاميذ في العودة المدرسية أو الطلبة أو المسنين نقدموا لهم خدمات خاصة، انتدابات كفاءات جديدة تتماشى والصلاحيات الجديدة للبلديات ويعاد رسكلت الكادر الإداري الموجود حاليا ليتماشى أيضا مع الصلاحيات المضافة للبلديات، تطوير هيكلة البلدية. البلدية اليوم مبنية على هيكلة مرتبطة بقانون 75، لكن احنا ان شاء الله باش يتم المصادقة قبل الانتخابات على مجال الجامعات المحلية، بالتالي فهي تحتاج الى هيكلة جديدة، خاصة بالنسبة للمنوبة باعتباري مترشح على منوبة. نقول بلي انه يهمنا بناء مقر جديد للبلدية، لانه مقر بلدية منوبة هو على وجه التسويق. هذا في مجال الحوكمة المحلية. نضيفوا له مسألة المقاربة التشاركية، ولكن ربما باش نتحدثوا عليها بعد بشكل خاص. مجال الخدمات اللي هو فيه كثير من التفاصيل، نجم نذكر البعض منهم، مثلا البنية التحتية، فما الخدمات التقليدية لابد، فما بعض البلديات، بلدية منوبة مقبولة عموما في جزء وغير مقبولة في جزء آخر، فمواصلة عملية التعبيد الطرقات وصيانتها، تعميم التنوير العمومي واعتماد الطاقة الشمسية حفظا للنفقات بشكل عام، العناية بالمدارس، مدارس الريفية ولكن حتى المدارس في المدن. المطلع على القانون الجديد يقول بأنه من صلاحيات البلدية هو صيانة المدارس، فالبلدية ستكون لها صلاحيات مرتبطة بالجانب التعليمي. صحات عامة، وعندنا في منوبة آثار، عندنا بنايات قديمة، عندنا قصور للبيات تستحق العناية. مسألة التجميل، من سواء أرصفة سواء مساحات خضراء. الثقافة والرياضة والترفيه هي أحد الخدمات المهمة اللي على البلدية أن تتقدم فيها مراحل أخرى بالشراكة مع الجهات المختصة، في انتظار أن القانون يعاود التطور أكثر. العناية بالبيئة والصحة، عقد اتفاقيات شراكة مع الجامعة لحل المشاكل البيئية، تشديد الرقابة الصحية، تطوير منظومة رسكلة النفايات. بالنسبة للإعلام البلدي، من الممكن إحداث أو تشجيع على إحداث إذاعات جمعيتية، وهي ما تكلفش كثير لكن تنجم من إيصال المعلومة إلى مختلف متساكني المنطقة. في الشباب والطفولة، يمكن دعم الشباب، انخراط الشباب في لجان البلدية، أعطاهم أولوية. في المرأة والأسرة والمسنين، في ذوي الاحتياجات الخاصة، تحديد نسبة من الميزانية لتمويل مشاريعهم، التنسيق مع الجهات المختصة لانتداب ذوي الحاجيات الخاصة. في العمل التطوعي، نعتقد بأن العمل التطوعي مسألة مهمة جدا، بالتالي يستحق إلى هيكلة داخل البلدية. نحتاج إلى إعداد برامج تنشيط ثقافي، مش بالضرورة على مجمل المنطقة البلدية لكن على حسب الأحياء، لأن البلدية يمكن تقسيمها داخل الأحياء، وبعض الأحياء عندها خصوصيات معينة، فبالتالي التعامل مع الأحياء على حسب خصوصياتها. إنجاز مشاريع بيئية من أجل بيئة خضراء ونظيفة. الإعلام نعتقد بأنه مسألة مهمة في البرامج البلدية. المجال الثالث هو مجال التنمية والاقتصاد المحلي. منوبة بشكل عام كما ذكرت في المقدمة هي فلاحية، ومدينة منوبة هي عاصمة الولاية، بعد نتحدث على تفاصيل ربطها بالتنمية والاقتصاد المحلي. شكرا لك. شكرا سي فوزي جبل عن حركة النهضة. نمشيوا للمحور الخصوصي الأول اللي هو التنمية العمرانية، وسؤالنا بعد حين باش يكون في هذا المجال بعد ما نشاهدوا هذا التقرير حول بعض المؤشرات فيما يتعلق بالتخطيط العمراني والتنمية الحضرية. البنية العمرانية في ولاية منوبة. الولاية عموما تعاني من مشكل الفيضانات، والمتمثل في فيضان الأودية كما واد مجردة وواد جريانة، واقتحام المياه للمنازل وإتلاف للمحاصيل الزراعية. في وادي الليل الأهالي طالبوا بمراجعة مثال التهيئة العمرانية وإدراج المناطق الفلاحية، والتي تحول بعضها لأحياء سكنية، والعمل على تركيز منطقة صناعية لتوفير مواطن الشغل، ومشاكل أخرى من بينها تهذيب الأحياء على غرار حي النجاة وحي بوزيد وشباو، وتجديد الإنارة وصيانتها، وإحداث سوق يومي بالمنطقة. أما في المرناقية، المطلب هو ضرورة التصدي للتفكير الصناعي اللي يؤثر على مجاري الأودية، بالإضافة
لضرورة تحيين قائمة أملاك البلدية مع العمل على مضاعفة جهود رفع الفضلات والقضاء على المصبات العشوائية والعناية بمداخل المدن وإعادة تهيئة المسبح البلدي واستغلاله. مشكل آخر في منطقة الدخيلة مشاغل النقل الريفي المدرسي والعمل على إعادة استغلال مركز الفتاة الريفية وخلق فضاء ترفيهي لأبناء الجهة وتمكينهم من مقاصم فلاحية للاستثمار فيها. متساكني قرية الشويقي يتشكاوا كذلك من وضعية الأنهج والأرصفة والمسالك الفلاحية والنقص في التنوير العمومي. نفس الحال تقريبا في تبربة، البلدية تعاني من بنية تحتية مهترئة في الشوارع والأنهج بالإضافة لمحدودية الإمكانات اللوجستية. هذه بعض المشاكل في بعض دوائر البلدية بولاية منوبة. نجيو لك انت سي سليم عمارة عن ولاية منوبة ودائرة منوبة أولاد منوبة قائمة المستقلة أولاد منوبة. شنو رؤيتكم للتخطيط العمراني والتنمية الحضرية عموما؟ سمعني مسمعتك. رؤيتكم للتخطيط العمراني والتنمية الحضرية، شنو باش تعملوا في التنمية العمرانية؟ التنمية العمرانية سي تاغوفواغ. كيما تو كنا نشوفوا في الفي تي ار، المشكلة ديما تاع المطر اللي هي في منوب، اللي وقت تصب مطر الدنيا تبحر تاكل بعضها، فهمتني؟ ديجا حتى وقت الدنيا تسحب معناتها الناس كل ما تخاف في عود يفرحوا بالمطر، الناس تخاف وليت. دونك هذا كل يلزم إعادة سي تاغوفواغ، فهمتني؟ فما مشكل حقيقي اللي فما مشكلة تصريف مياه الأمطار، وفما روائح كريهة تخرج برشا خاصة كي تصب الأمطار. أنتم عندكم رؤية لشبكات التطهير اللي كارثية باش نعاودوا نشوفوا بيان سور من مشمولات البلدية، أما يلزم يجيو دي زيكسبير هما اللي باش يعاودوا يشوفوا الكاناليزاسيون، فهمني؟ كيفاش وشنو هو المشكل؟ بون بوتيتخ ينجم يكون مشكل تاع أوساخ، بيان سور السيف الكل يتعدى الدنيا شايحة والغبابر اللي تتصب في الوحدات هذيك تنجم تكون هذيك المشكل. مي انا ما نجمش انا اللي نحدو، هو الخبراء هما اللي نجموا يحدوها، خاطر المشكل هذايا مش راهو نتاع عام ولا عامين ولا ثلاثه. حتى الكياس اللي تقد جديد قدام القصاب قدام ليرجونس تاع القصاب، قلنا يا كياس جديد وكذا مالغري سا معناتها وقت اللي تصب المطر توحل الدنيا. هي الولايه من اكثر الولايات المحاطه بالاوديه ومشكله تزيد من حيث الفيضانات. واد قريانة فهمني، واد قريانة اللي ديجا بداوا هما يغطيوا فيه فهمني وكذا، اللي هو الواد يتعدى يبدا من سند بن عبد الله من حي بوذينه ويمشي حتى الواد قريانة. دونك هذاك يلزموا حل، كيفاش الماء باش يولي سيركولي فيه فهمني، كيفاش معناتها النظافه نتاعو، خاطر فما برشا نظافه المشكل، فهم برشا وسخ برشا وسخ فهمتني، برشا وسخ اللي هو سبب في سدان الويديان، هو سبب في سدان ليزيغو. اي لكن حمايه المدينه من الاوديه المحيطه بها هذه استراتيجيه ما عندهاش علاقه بتصريف المياه، تصير مع البلديات الاخرين زاد اللي يتعداو منهم زاد الوديان هذوما فهمتني، معناتها عمل مشترك هذايا فين تدخل التشاركيه، وهذايا فين تدخل التوأمة مع البلديات اللي هما في ولاية منوبة مع دوار هيشر مع جديدة مع المرناقية مع دوك. هو ستان بروجي اللي يلزم يكون الناس كل مع بعضها. فما مشكلة النقل وانت قلت واكتظام مرور كبير والوليدات قلت بالحرف انا يلبسوا شكاير باش يشقوا الطريق اذا كان صابت المطر. عندكمش ليها رؤية؟ عندكمش ليها مشكلة مشروع. النقل هو تخصيص كيما ميني بيوس ولا ميكرو بيوس فهمتني من عند شركة النقل اللي عندنا غاديكا في قرينا، وباش تعمل ان سيركوي فهمتني مسلك اللي هو العبيد ما ينجموش ياخذوا المترو، ما ينجموش ياخذوا الكار، ما ينجموش ياخذوا التاكسي فهمتني. دونك السيركوي هذاك هو اللي باش دونك الميكروبيوس ولا المينيبيوس باش يكون يسهل على الكبار وعلى الصغار. المنوبة أكثر ولاية تقريبا فيها مراكز مختلفة نتاع ذوي الاحتياجات الخصوصية، فكرتوش فيهم في برامجكم ذوي الاحتياجات الخصوصية؟ هو ديجا فيه المركز وعندنا ان شامبيون اولمبيك فهمتني في منوبه. دونك خممنا هو جعل مسالك لذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي نجم يخرج ديجا كي تخرج من القصاب وتمشي تولونج منوبه الكل حتى ما تلقاش حتى ديجا تخاف حتى واحد على كروسه
تبدا خايف عليه الكراهه تبدا هابطه من القنطره تجري دونك هذايا ديجا قاعدين لقينا له حل ونرسوا فيه باش نعملوا مسالك فهمني تحيط بالنوبه فهمني وتلزم تطلع حتى للبلديات الاخرين زاده فهمني مش منوبه برك في منوبه وتربط ونربطوا مع البلديات الاخرين في ذوي الاحتياجات الخصوصيه ان شاء الله. شكرا لك. شكرا سي سليم عماره على القائمه المستقله اولاد منوبه. التيار الديمقراطي السيده ورده عطيه نفس السؤال في مجال التنميه العمرانيه. مجال التنمية العمرانية احنا كما ذكرنا في أولوياتنا هو تغيير أمثلة التهيئة العمرانية لاحترام أولويات كل منطقة خاطر منوبة ماهيش كلها كيف كيف دور هيج منطقة سكنية بامتياز جديدة المرناقية في الحي بامتياز دونك احنا مش يلزم تحترم في أمثلة التهيئة جديدة إن شاء الله مش ناخذوها احنا كتيار ديمقراطي مش نحاولوا ومع اللي مش يكون معنا في المجلس البلدي يعني من احزاب اخرى ولا قائمات اخرين مش نحاولوا ان تكون اولويتنا ان تغيير مثل تهيئه باش نحترموا الاولويات هذه. انت قلت 346 ساكن في كيلومتر مربع في دوار هيش في منوبه دوار هيش الاكثر دوار هيش الاكثر. طيب شو بتعمل في شبكات التطهير وتصريف المياه ونفس السؤال تقريبا هذا من احنا تصريف المياه من الذي يندى له الجابين يعني صار مشروع في دوار هيجر واحنا كتيار ديمقراطي سعينا ومشينا للولي ومشينا للمعتمد ايش مش نعملوا في تصريف مياه الامطار في حي النسيم وحي الشباب والدباغ واد الرومي هذوما مشاكل يعني صغيراتنا ما ينجموش يدخلوا المدرسه يعني يلزمك تحط لهم انت كهرباء يطلعوا فوق منها ينقزوا باش يدخلوا المدرسه. انا نخرج الصباح مش نقصد ربي الخدمه نلقى الماء داير بيا من رابع جهه ما نجمش نوصل كهرباء نوصل الماين ترونسبور دونك احنا مياه الامطار ضربنا عليها توا اكثر من عام ونحكيوا عليها الحمد لله اخيرا يعني توا الاسبوع الفايت يعطيهم الصحه جماعه النيابه الخصوصيه يعني استدعاونا وقالوا لنا فما مشروع ومش نتبعوه. علاش المشروع الاول اللي صرفت عليه المليارات ما استفدناش منه؟ قالوا ان سو ديمونسيونمون ماهوش دارين عليه. اما في كل حالات ان شاء الله نحن في البلديه في البلديه والمجلس البلدي الجديد ومش نحصلوا على المشروع هذا باش يخرج ويصرف مياه الامطار. مش من بين الاسباب بتاع وضعيه الاحياء هذه اللي هو التوسع العمراني على حساب الاراضي في الاحياء التوسع عشوائي هكاك هذه زاد من بين النقاط اللي لازمكم تفكروا فيها. احنا المعروف لهي يعني المنطقه نتاعنا هي اراضي واد مجرده. صار في وقت ما توسع العمراني يعني العشوائي، هذه حاجه ما نجموش ننكروها في دوار هيش. ومعروفه اما احنا كبلديه البلديه تنجم تتصرف تو يلزمها اذا كان فما ناس في حاله تختار ما نعطيهمش الماء فما ناس ما حبوش يدخلوا من الماء للضوء انت في منطقه مخترة انت دونك احنا مش نحاول ما تدخلوش الماء اذا كان هو في منطقه بالنسبه لك انت مخترة ما تدخلوش لا لا هو اللي صاير حاليا يعني ان شاء الله في المجلس البلدي نحن مش نحاولوا يعني هما قراوا بحساب الشيء هذايا وعملوا يعني انوفراج عملوا نتاع تصريف المياه مي ما مشاش نتسائل علاش ما مشاش، اما الا تو يخدموا فيه ان شاء الله مش يمشي، يعني هما قراوا بحسابه، يعني الحل موجود، باقي نحن نحرصوا عليه باش يصير هذايا. عندنا المصبات العشوائيه دونك مش نحاولوا نسكروها، مش نحاولوا نشجعوا نحن يعني الشباب نتاعنا باش يقوموا بالاستثمار في المجال الاقتصاد الاخضر. يعني ما عندناش تو على بوبيل ما عندناش كل شيء نطيشوه يعني البلاستيك نلموه اوكي مي نجموا زاد نرسكلوا المواد العضويه احنا في منطقه في الحي يعني نجموا نصنعوا منه سماد يعني هذا توجيه للمجال الاقتصادي. الشباب اللي حكيت عليهم والاطفال فكرتوش في كيفيه الاحاطه بهم وحمايتهم مثلا من الجريمه من العنف لان في دوار هيشر معناها موجوده مثل هذه الظواهر موجوده اللي يغيظني انا في دوار هيشر كيف نسال الشباب وانا تو في حمله ونسال في الشباب ونحكي معاهم ما يعلموش عندنا ثلاث قاعات مغطاه ما يعلموش يعني عندنا منتزهات. قلت له ولدي علاش ما تمشيش انت المنتزه وتلعب ولا تمشي الملعب الفلاني تلعب. يعني الناس تجهل. احنا تو الحمد لله حرصنا مع يعني مع الموجودين عندنا يعني مركز الادماج الاجتماعي يعني هذايا للكبار والصغار يعني حتى الشياب نتاعنا يقراوا معه الاميه غادي يعني يصير معه اميه يعني هي موجود فيها كثير يعني من المؤسسات مي مجهوله يعني نحاولوا ان احنا نقربوا العباد نحاولوا ان احنا نوعيهم ان شاء الله مش نخدموا على توعيه فما موجود ونجموا نستغلوا احسن. شكرا لك. شكرا سيده ورده عطيه التيار الديمقراطي. نفس السؤال ليك سي محمد الطياري عن حركة مشروع تونس. بالنسبة لنا احنا كحركة مشروع تونس في المرناقية باش نحاولوا ايجاد معناها مثال للتهيئة العمرانية يتماشى ومتطلبات المواطنين في القرن 21. الكلام معناها شاسع برشا. باش نحاولوا نعملوا معناها برنامج في التهيئة العمرانية في الانجازات
يتماشى هو والتطور الديموغرافي هو ومتطلبات المواطن في المرنقية. البرنامج هذا احنا باش نخدموا عليه باش يكون معناها باش يكون يستجيب معناها معناها لكافة معناها شرائح المجتمع. طيب من بين مشاغل المواطن التلوث الصناعي نتاع اللي في المرنقية اللي يأثر سلبا على مجاري الأودية، شنو رؤيتكم ليه؟ موجود معناها لو تسمح خليني نكمل الفكرة. أتفضل. الخطر معناها عندنا برنامج معناها ثري يعتني معناها بالمواطنين معناها بمختلف الشرائح، برنامج يعتني بالمرأة، برنامج يعتني معناها بالأطفال معناها في فئة عمرية معناها بالنسبة للصغار اللي ما يتجاوزوش معناها 12 عام، برنامج يعتني بالشباب. هذا كله كيفاش سي محمد كيفاش؟ هذا الكله معناها باش يكون معناها بطريقة معناها إرساء منظومة معناها منظومة عمل معناها أكيد باش تكون معناها ما هي سهلة باش يكونوا معناها باش نأسسوا المؤسسات معناها باش تكون تعتني بالطبقات هذه الكل. معناها احنا مجتمع معناها فيه المسن وفيه فما مشاكل معناها واقعية. حي برقبة اللي أنت حكيت عليه حي معناها البنية التحتية نتاعو ما فماش حي شعبي معناها يفتقر الأرض. شو باش تعملوا له؟ أول حاجة معناها يلزم معناها يلزم يكون معناها العمل نتاعنا وشنو هو يتطلب المواطن في معناها في الحي هذا. مطالب المواطنين ترتكز اساسا على الطرقات معناها اذا كان مثلا ماش طريق ما تنجمش توصل ما تنجمش تتحرك ما تنجمش تقرا ما تنجمش تداوي ما تنجمش تعمل حتى شيء. هذه اولويه. ثانيا معناها مطلب اساسي باش نعاود نرجع له معناها ذكرته هو مركز الصحه الاساسيه في المنطقه هذه خاطرها منطقه بالحق تستحق معناها التدخل وبصفه عاجله. ثالثا لما لا معناها ايجاد فضاء معناها يعتني بالمراه والا معناها يكون معناها فضاء معناها شامل يعتني بالمراه والشباب وكل ما فيه من انشطه شبابيه وثقافيه. أنا فهمتني. طيب رؤيتكم لتحسين المدينة من الفيضانات خاصة وأن هي ولاية كاملة تقريبا محاطة مدينة المرنقية من الفيضانات. احنا عندنا معناها مناطق معناها تكون كما حي 20 مارس القبلي وفما معناها مناطق أخرى معناها تحيط بها معناها أودية في معناها في الأمطار معناها الموسمية اللي تجي معناها بصفة معناها قوية شوية يتعرضوا لمناطق هذوما الفيضانات باش نحاولوا إيجاد معناها معناها طريقة معناها صرف هذه تتطلب أشغال ماهيش باش تكون معناها غدوة باش نكونوا معناها صادقين مع المواطنين نتاعنا. معناها شغلنا الشاغل باش نخدموا عليه الموضوع هذا أما راهو ماهوش باش يكون معناها غدوة وإلا بعد غدوة. هذا موضوع يتطلب دراسة يتطلب معناها عمل جذري باش معناها باش نحميه معناها المناطق هذه من الفيضانات الموسمية وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله نكونوا على رأس بلدية معناها المرنقية ونعملوا خير معناها في فكرتوش في مشكله الاراضي الفلاحيه اللي فعلا فما زاد توسع عمراني على حساب الاراضي الفلاحيه هذه. الاشكال موجود في المناطق الكل بالنسبه لمنطقتنا احنا فيها اراضي فلاحيه وفيها مناطق عمرانيه لكن فيها توسع حتى المرنقيه فما توسع على حساب الاراضي الفلاحيه باش نحاولوا معناها نحدوا من الظاهره هذه مش من معناها من ما تكونش معناها بطريقه عشوائيه باش تكون معناها في اطار معناها معناها عمل باش يكون معناها عنده تخطيط عنده معناها بنيه تحتيه على خاطر معناها وقت اللي باش يكون معناها بناء فوضوي باش تكون معناها انعكاسات معناها خايبه باش تكون معناها احياء بدون تدخل بدون ماء بدون كهرباء بدون قنوات صرف صحي وهذه مشاكل ما نحبوش نقعوا فيها. شكرا لك. شكرا سي محمد الطياري عن حركه مشروع تونس. سي فخر الدين ترجمان على القائمه المستقله غدوه خير نفس السؤال. جديد. والله بالنسبه للبنيه التحتيه كما قلنا بكريكا عندنا برشا احياء مازالت وضعيتها سيئه مازالت عندنا شوارع في جديده مازال تراب في جديده العربي في حي ماتر وغيره تهيئه الاحياء هذيا بالنسبه للتوسع العمراني ما تنجمش تحد من نمو ديموغرافي اما لكن يلزم يكون منظم وعندنا برشا افكار مثلا نختاروا اماكن معينه مثلا ترخيص في الاراضي اللي هي ماهيش خصبه برشا مثلا نشوفوا مع الشركات كما الشركات العمرانيه اللي هي دوليه تنجم تعمل اير بلس 3 و4 و5 علاش احنا نعملوا في اراضي معناتها
فما الافكار. طيب المناطق الريفيه انت في جديده وعندكم مشكله كبيره في النقل الريفي والنقل المدرسي. هاني جيتك، عندنا مشكل كبير في النقل الريفي والنقل المدرسي. كما قلت لك فما مناطق داخليه برشا، في شهوات، المعافرين، الحبيبيه، برشا مناطق، الذنيبه، ناس ما عندهمش كيفاش يمشيوا حتى المدارس الصغيرات. عندك مشكل اشكال كبير اللي هو نمو الديموغرافي، التعداد نتاع جديده معناها ما شاء الله، وعنا تلامذه في الجامعه يقراوا وعنا ناس تخدم، زاد اكتظاظ في النقل. ماذا بينا باش نعملوا ان شاء الله خطوط تربط بالترمينيس المترو، معناها خط المترو، خاطر كيما جلوا شوات كار صباح تلقى الناس على بعضها. ماذا بينا نعملوا خطوط جديده لربط ترمينيس المترو، لما لا انه الرفير يوصل حتى الجديده ان شاء الله. لما لا معناها المناطق اللي ما تدخلش الكار ينقل ريفي ساعات يدخل بس يدخل بصعوبه. اي انا قلت لك تبليط الطرقات، تهيئه الطرقات، احداث خطوط ترخيص، معناها الاولويه للمناطق الداخليه للنقل الريفي. خاطر تو راهو تويكا تاكسي جماعي موجود الحمد لله، وخاطر يعاون تو في وقت الذروه، خاصه الناس الصباح يهبطوا يقروا يهبطوا يخدموا بلوكاج، في العشيه طيب. كيف كيف بلوكاج. ماذا بينا زاد تراخيص تكون للمناطق الداخليه على مستوى الربط بشبكات التطهير بالتنوير العمومي. التنوير العمومي هاني قلت لك برشا احياء مازالت معناتها وضعيه حرجه، بقدره الله نسويوا لها وضعيتها في التنوير، كذلك في الماء الصالح للشراب. برشا ناس ما عندهمش ماء صالح للشراب توا، برشا ناس عندهم كاليتي ماء للشراب نتاع الشراب سيئه برشا، كيما حماد، كيما جديده الفوق، حي ماتر. به عندك التنوير، عندك المناطق المتغطقه، عندك تعرف واد مجده كان فيضانات، لكن توا عندنا اشكال حتى في الفلاحه، الصد فيه نقص كبير برشا، توا نحكي لك عليه من بعد. عندنا مشكل هو في طور التهيئه واد مجده، لكن عندنا مشكل اخر، مش المشكل في واد مجده بركة، فما المسالك الاخرى، الاوديه الصغيره اللي تصب في واد مجده كيما شافر وغيره. الاوديه هذوما شافروا مثلا كيسير فيضانات في زغوان يفيض على حي النجاه في جديد. علاش؟ يلزم جهره، يلزم جهره بطريقه عميقه، تهيئه المسالك هذه نتاع الصرف اللي هي تصب في واد مجده. حاجه اخرى فما كارثه كبيره اللي هي التلوث، واد شافرو قاعده تصب فيه معامل اخرى وقاعده تمس بالطبقه المائيه وتمس بواد مجده، واللي واد مجده الناس قاعده تشرب منه وتستعمل منه. اول حاجه تفعيل شبكات التطهير الاكثر نتاعها، نشوفوا حلول مع المعامل هذه باش ما عادش تصب النفايات نتاعها في الاوديه هذه، على خاطر تضر بالقطاع الفلاحي، تضر بالماشيه اللي هي تشرب. فما ناس مواطنين يصطاد الحوت من الواد وما يدريش شنو فيه، هذه معناها المشاكل الكبيره اللي باش نسعى طيب. عليها. انت قلت حكيت على تقريب الاداره المواطنه، كيف تعمل؟ الاداره المواطنه دوائر بلديه مثلا في المنصوره، المنصوره تربط الزاهره وتربط المناطق اللي دايره بها، في شوات تربط شوات، المعافرين، الزويه، تقريب الاداره للمواطن والتسهيل. عندنا كذلك برامج نتاع. شكرا لك، شكرا سي فخر الدين، ترجمان عن قائمه مستقله غدو خير. سي فوزي جبله عن حركه النهضه نفس السؤال. بالنسبه لرؤيه الحزب للتخطيط العمراني والحفاظ على البيئه، أنا باش نبدا بالسؤال المميز لمنطقة منوبة وهو مسألة مياه الأمطار والفيضانات، ونحب نميز لهنا ما بين زوز مستويات، فما مستوى من الممكن معالجته داخل البلديات وهذا يشمل منوبة وجديدة والمرنقية، وهو مسألة الفصل ما بين مسالك مياه الأمطار والمياه المستعملة، وهذا إشكال موجود في منوبة، وتو نعطيك بعض الأمثلة اللي موجودة فيه، وأنه حتى الأشغال عندما تحدث لابد من مراعاة شبكات التطهير وشبكات صرف المياه. مشكل في علاقة بشنو هو دور البلدية وشنو هو دور لوناس، انا هو اللي تابع لوناس وانا اللي تابع البلديه. على الاقل في الحد الادنى على البلديه ان تكون حريصه على انه كل اشغال تتم يتبع المنهجيه السليمه. انا مش نعطيك مثال حديث جدا وهو تهيئه الساحه لقدام مستشفى القصاب، هذه ادت الى انه سدم بعض المسالك نتاع تصريف المياه، فبالتالي مساله انه البلديه تكون تراقب التسلسل المنطقي العلمي للانشاءات وللاشغال، هذا مساله ضروريه. هذا في علاقه بنقول انا المشاكل الصغرى نوعا ما. طيب لكن فما اشكال كبير ايه؟ وهو الفيضانات، فما جزء قبل لا سامحني قبل اليوم فما مشكل كبير على مستوى شبكات التطهير ايه؟ روائح كريهة والعياذ بالله تقريبا في ولايه منوبه ايه؟ تخرج مكل شبكات التطهير خاصه كي تصب الامطار، لانه فما جزء من شبكات من العمارات مثلا في وسط منوبه، في قلب مدينه منوبه، سواء في سنيد بن عبد الله ولا بحر سليمان كاهيه، فما عمارات كبيره ماهيش مربوطه بشبكه التطهير اصلا. عمل
المياه المستعمله تصب في 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 واد قريانة، وبالتالي بالطبيعه باش يؤدي للمساله هذه. فبالتالي عمليه الفصل ما بين شبكه مياه التطهير مياه المستعمله وشبكه مياه الامطار هذه مساله مهمه. نرجع للامطار، فما جزء من ما يلزمش نغشوا الناس، ما نجمش يتحل بقرارات بلديه، لابد ليه من برنامج، نقول اكثر حتى من الولايه، برنامج وطني. اللي يعرف البلاد الجمهوريه التونسيه يعرف مثلا اللي صفاقس في فتره من فترات كانت تعاني من الفيضانات، لكن تم انجاز برنامج وطني حزام لصفاقس. القانون الجديد سيكون لها دور البلديه في سيكون لها دور، لكن مش في المرحله الاولى، خاطر تنزيل المركزيه باش يتم على التدرج وحسب البرنامج الحالي للوزاره في 27 سنه. فبالتالي الدور الاول هو الشراكه، انهار اللي يولي عنده الصلاحيات الكامله لابد ان تتقدم في هذا. لكن حبيت نرجع لمساله مهمه جدا قبل ما يفوت الوقت ونذكر بها، انه قطب الرحاء في مساله التخطيط العمراني هو اعاده مثال التهيئه العمرانيه، وهذا فيه جانب ظاهر برشا في خصوص مثلا مركز الولايه اللي هو يشمل اساسا منوبه والدندان، زوز بلديات لكنهم هما داخل نفس المعتمديه. المثال التهيئه نتاع منوبه والدندان اللي تم المصادقه عليهم في 2010 بالنسبه لمنوبه و2008 بالنسبه للدندان، تصور الخلفيه اللي كانت تحكمهم ماهيش خلفيه نتاع مركز ولايه، هي خلفيه نتاع معتمديه تابعه لولايه بعيده. ولكن عندما تحولت منوبه الى ولايه الضغط العمراني تكثف بشكل سريع، يعني تحولت فما ادارات جهويه تعملت في وسط منوبه بدون ان تكون فما القدره على استيعابها، فما مؤسسات عموميه للبوسطة والبيتيتي والكثير من المؤسسات العموميه تم معناها انتصابها في وسط منوبه، محكمه ابتدائيه الادارات التابعه عليها. فما مساله مهمه اخرى، منوبه مثلا المعتمديه أو البلدية فيها تقريبا 32 ألف ساكن على حسب إحصائيات سنة 2014، لكن فما اليوم حوالي 40 أو 45 ألف متساكن أو داخل في البلدية اللي هم الطلبة. احنا عندنا مركب جامعي وعندنا منطقة نتاع مركب تكنولوجي اللي هي فيها كثير من البحث، حاليا حوالي 40 أو 45 ألف ساكن، ألف شخص، ألف طالب بدون الأساتذة بدون الموظفين بدون العملة، هذوما يدخلوا ويخرجوا لمنطقة عن طريق وحيد. ذوي الاحتياجات الخصوصية فكرتوا فيه حتى الوقت يدهمنا؟ بدون شك ذوي الاحتياجات الخصوصية لابد أن تخصص جزء من ميزانية البلدية للمشاريع المرتبطة بذوي الاحتياجات الخصوصية والسعي إدماجهم ما أمكن في مراكز عملهم. طيب شكرا لك سي فوزي جاب الله عن حركة النهضة. نجي وتوا للمحور الموالي اللي هو التنمية الاقتصادية، وسؤال أيضا أربع دقائق للإجابة عليه. نمشي ونشوفوا هذا التقرير اللي أمنته لنا فريق البرنامج ثم نعود لطرح سؤال. الاقتصاد في ولاية منوبة، مؤسسات صناعية مختلفة توفر حوالي 18 ألف موطن شغل، مؤسسات صناعية تتمركز خاصة في دوار هيشر، ويمثل قطاع النسيج والملابس نسبة 45% من النسيج الصناعي بالجهة، تليها الصناعات الغذائية بنسبة 17% والصناعات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 9%. ومن أبرز المشاكل اللي تعيق الاستثمار هي بالأساس المشاكل العقارية المتعلقة بعملية تغيير الصبغة، بالإضافة لمشكل آخر في الحصول على التراخيص وكذلك البنية التحتية. ومن بين المشاريع المعطلة هي وحدة لصناعة المعدات الرياضية في المرنقية، مشروع آخر كذلك في المرنقية وهو وحدة لإنتاج الطماطم ما يزال بصدد البحث عن مقسم صناعي. وفي منوبة المدينة كان من المنتظر بعث مساحة متعددة الاختصاصات، لكن الباعث لم يتحصل على رخصة من السلطات البلدية. المتساكنين في منوبة يطالبوا أيضا بإعادة تصنيف المنطقة الصناعية بالفجة حتى تتمكن من احتواء المشاريع، بالإضافة للتركيز على تمويل المشاريع الصغرى وبالخصوص المشاريع التي تتماشى ومميزات الجهة كما الصناعات الفلاحية والسياحة، مع بعث مراكز تكوين مهنية متعددة الاختصاصات لتوفير الكفاءات المهنية اللازمة. بعض النقاط في مجال التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بولاية منوبة. نجيو للقائمة المستقلة أولاد منوبة سي سليم معمارة. السؤال هو شنو سياساتكم للتشجيع على دفع التنمية والاستثمار في الولاية؟ هو احنا باش نساهم ما عندناش سياسه، خاطر هذه سياسه دولة. اما احنا باش نسهلوا فهمني، تو كيما في الفي تي ار
المساحه هذه اللي مولاها ما عطاوش رخصه ما نعرفوش علاش. احنا جماعه منوبه ما نعرفوش علاش، انا اول مره نسمع بها. فهمتني؟ دونك احنا باش نتفاداو هالشيء هذايا وباش نكونوا ديجا معناتها نوضحوا ما علاش السيد هذايا ولا غيره ولا اللي باش يجي علاش. كسوا خاطر حتى كان ما شديناش احنا البلديه المستقل هو بطبيعته باش يكون المجلس متنوع مزيك متنوع اكزاكتومون فوالا. دونك على الاقل احنا باش نعرفوا علاش ونبلغوا جماعه منوبه باش كي خاطر كان باش يسمعوا حاجه كيما كي باش يبهتوا. انا نسكن في منوبه وفي باليش اللي فما حكايه كيما هكايا فهمتني اللي وي ان بريفي حب يبعث كلينيك وبعد ما خذاش رخص. علاش ما خذاش رخص؟ مش مشروع كهو، فما مشكل على مستوى التراخيص ومشكل على مستوى الوضعيه العقاريه والمقاسم اللي باش تبنى عليها المشاريع. اكزاكتومون. البلديه عندها دور كبير في حل مشكله. البلديه عندها دور كبير، لكن احنا كقائمه مستقله توا باش يلزم الخدمه تابت شغل تيغا باش تعرف. فهمتني؟ شنو هي وضعيه هالعقارات هذوما؟ هالوضعيه العقاريه نتاع هالمقاسم هذوما؟ باش من بعد تنجم تنظم وتسهل الباعثي المشاريع، على خاطر بالنسبه لنا احنا مهمتها هو استقطاب باعثي المشاريع باش نستقطبوهم باش نجيبوهم ونسهلوا لهم الحكايات ونكونوا همزه وصل ربط بينهم وبين الادارات الجهويه غاديك. فهمتني؟ دونك هذه حاجه من الحاجات. دونك فيما يخص وباش تركزوا سورتو على الشركات الصغرى المؤسسات الصغرى خاطر مركز احنا منوبه مركز ولايه معناتها صغيره بلاصه مش كيما معناش معناتها اراضي وتقاسيم شاسعه كاين شي عندكم مناطق صناعيه ولكن مناطق صناعيه مازال ما تخصش المناطق الصناعيه جلب للمستثمرين في ولايه منوبه رغم اللي منوبه فيها ما تخصش نسيج صناعي مهم ما تخصش بلديه منوبه تقول المنطقه الصناعيه تخص بلديه دوار هشر منطقه صناعيه فهمتني تخص ولايه منوبه اما احنا منوبه المركز معناتها طيب رؤيتكم للنسيج الاقتصادي في منوبه هو ركز على النسيج الاقتصادي على الفلاحه والصناعات الغذائيه والصناعات التحويليه على النسيج كيفاش تراو ممكن تنشطوا النسيج الاقتصادي في منوبه من لي ديشي نجموا نعملوا دي سونتر دو تري دي سونتر دو ريسيكلاج عندنا غاديكا قطب طبي اللي هو الرازي والقصاب لا ريكوبيراسيون نتاع لي ديشي نتاع الدويات نتاع الزرارق نتاع كذا تنجم توظفهم في حاجات اخرين فهمني هذايا باغ اكزومبل حاجه من المشاريع اللي باش نخدموا عليها احداث فضاء مجهز لاحتضان الشركات الناشئه فاللي هما باي ما عبر لي ستارت اب اكت المشروع اللي مصادق عليه في 2018 هذوكم فهمتني فما بعض المشاريع الى تشغيل جزء من ابناء المنطقه ضمن المشاريع باغ اكزومبل كي تبدا عندك مشروع صغير غاديك كسوا بني عماره ولا حاجه تحاول باش تلقى مع المقاول ولا مع الشريك هذيك باش تدخل بعض الاولاد نتاع منوبه اللي هما عاطلين على العمل تحاول تكون معناتها انترميديير تسهل لهم باش تنقص زاده من البطاله غاديك في مركز الولايه في بلديه منوبه فهمتني دونك ولا برنامج التقارب والشراكه مع بلديات اخرى اللي هذا ينجم ينقص على ولايه منوبه الكل الكلام اللي قلته قبيليك بين بلديه واد الليل وبلديه دوار هيشر وبين بلديه جديده والمرنقاي. واضح شكرا لك، شكرا سي سليم عمار عن قائمه اولاد منوبه. نفس السؤال للسيده ورده عطيه عن التيار الديمقراطي. نحن في بالنسبة للتيار الديمقراطي احنا اتصلنا بجي ام جي ما يعرف بجي ام جي يعني مجمع صيانة وتصرف قصر السعيد المنطقة الصناعية قصر السعيد قلنا لهم شنو المشاكل نتاعكم هما 60 هكتار تقريبا يعني مساحة المنطقة الكل المستغلة منها فقط 50 عندهم دونك على القليلة 10 هكتارات ممكن نستغلوهم ممكن ينتصبوا معامل جدد احنا ان شاء الله مش نحرصوا يعني كتيار ديمقراطي باش المحجوزه ولا المستغله فعليا؟ المستغله فعليا هي 50 من 60 دونك الباقي يعني 10 هكتارات 10 هكتارات مش شويه زيادة على بعض معامل سكرت غادي كان المعامل هذه مش نحاولوا احنا نجلبوا لها ان شاء الله مستثمرين مش يعني صار اتصال اول مع كما قلت لك مجمع الصيانه والتصرف يعني قصر السعيد فهمنا شنو مشاكلهم شنو
وان شاء الله مش نعاونوهم باش نجموا نشجعوا الناس خويانا باش تجي وتنتصب في المنطقه الصناعيه قصر السيد. فما مناطق صناعيه اخرى في تنقصها التهيئه يعني في بقيه الولايه، فما مناطق يعني بلديه تحب تولي فيها يعني كما برج العمري يحبوا يوليو فما منطقه صناعيه كبيره وحتى تلم مناطق اخرين معاها. إيه؟ دونك نحبوا نكثروا من المناطق الصناعيه ما غير ما نضروا بالبيئه، يعني مناطق صناعيه تكون مهيئه وتحترم البيئه نتاعنا. واحنا كما قلتوا ديجا احنا مشكلتنا الوديان دايره بينا، يعني ما نزيدوا نلوثوا يعني مجرده وتشافروا يعني هذايا من طيب. انت بكل شويه قلت سنعمل على احداث وحدات للصناعات التحويليه. نعم ممكن في دوار هيشر الى جانب دوار هيشر؟ مش ممكن، دوار هيشر هي منطقه سكنيه بامتياز ملاوين. وكيفاش المناطق يعني الصناعه التحويليه مش تكون في جديده مش تكون في المرنقيه، المناطق الفلاحيه يعني كما ذكروا في الفيتيات يعني عندك ما نعرفش انا طماطم يعني مش تعمل معجون نتاع ما نعرفش لانزاس، خاطر عندنا لانزاس في تبربه معروف يظهر لي لانزاس بربه لما بقيناش نراوه يعني يمشي للتسويق ما شاء الله. دونك هذوما هما الصناعة التحويلية. إذا كان فما حليب مش ولي فما أجبان مش يصير كسيم تاع حليب يتكب عندنا يعني. طيب إذا كان فما مشكلة للتسويق للمنتوش عندكمش ليها حل؟ لأنه منتوش فلاحي موجود بوفرة وفما مشكلة للتسويق ليه؟ احنا هذاك اللي مش نشوفوهم ان شاء الله يعني مع اتحاد الفلاحين يظهر هاوسي ترجمان بعدين يعني فما مشاكل لازم تطرح مع الادارات المختصه. الحاجه الاخرى اللي مش نحب نحكي عليها، احنا في دوري هيشر مثلا على سبيل الذكر للحصر عندنا ثلاثه قرى حرفيه، انا نقول له عندنا ثلاثه قرى حرفيه يقول لي فين موجودين؟ نقول له على الزواوي حي الشباب وحي النسيم. ثلاثه قرى حرفيه هذيك تمشي اليوم سي شاكر ولا يمشي اي اخر اليوم الدوري هيشر يلقى اغلب المحلات مسكره. علاه مسكرين اغلب المحلات؟ اتصلنا بالوالد، اتصلنا من نيابه القدسيه، علاش في دوار هيشر منطقه فيها مشكله التشغيل؟ عندنا مشكله بطاله كبيره يعني 31% ويعني بطاله والمحلات مسكره. كيفاش نجم تحييها اذا كان المنتوج نتاع الكره الحرفيه ما يتباعش كما قالك فخر الدين؟ ماهوش بالضروره انه يعني نتصور انا فما يعني حكيت في الحمله مع واحد عنده شاشيه فما امكانيات راهو يلزم البحث يلزم الناس تعاونها. انا حتى خياطه يعني فما تو شكون حل يعني عامل خياطه يعني فما امكانيه يعني لازم نلقاو حل. علاش محلات مسكره؟ يلزم محلات تفتح باش تخدم فيها مالي يعني حد يعني انا فما شكون اللي بعثناه قلنا له امشي واطلب باش تطلب محل، قالوا له كلام مش معقول مش نقولوا هنا في التلزه يعني اذا كان نجم نقولوا انت مش تحب تكري خلص الا قبلك الكري لما خلص قبل. دونك احنا القرى الحرفيه نحاولوا مش ان شاء الله نخدموها وان شاء الله اولادنا تخدم فيها وال يعني وعندنا الاسواق ومش نحاولوا زادا مع الناس سوق بلدي لحد الان في دوار هيشر ومش نحاولوا زادا تكون عندنا اسواق اسبوعيه في مختلف البلديات نتاعنا في منوبه. والمشاريع المعطله انتهى التوقيت. شكرا لك يعطيك الصحة سيدة وردة عطية عن التيار الديمقراطي. نفس السؤال ليك سي محمد الطياري عن حركة مشروع تونس. شكرا. وقت اللي نحكيه على التنمية ولا ثقافة التنمية نحكيه على برنامج تشغيل. برنامج تشغيل هذا عنده قواعد ما نجموش معناها باش نأسسوا معناها المجتمع معناها فيه معناها نسبة التشغيل نسبة عالية وإحنا عندنا مشاكل معناها في البنية التحتية وعندنا مشاكل في المناطق الصناعية عندنا مشاكل في المجالات اللي تنجم تحرك الاقتصاد معناها مشاكل بالجملة. مش نبدأ بالقطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي وقت اللي معناها في برشا مناطق معناها نشوفوا معناها القطاع الفلاحي قاعد يتطور وقاعد معناها نوظفوا فيه في أكثر تكنولوجيا ونوظفوا فيه في أكثر معناها نسبة تشغيل ونعتمدوا فيه على معناها على التكنولوجيا ومعناها يستقطب معناها برشا من الكفاءات نتاعنا. معناها فما عائق كبير بالنسبه معناها منطقه المرنقيه اللي هو معناها اشكال حتى معناها حتى الكفاءات اللي نحاولوا معناها باش يشتغل على الميدان هذا ولا معناها هو معناها اصلا معناها تكون فيه معناها بحكم معناها منطقتنا الفلاحيه ومعناها جذابه وحتى ثم برشا ناس معناها يجيوا يستثمروا ماهمش ولاد المنطقه معناها الشباب هذا اللي يمشي يتكون ويعمل لي فورماسيون في المجال هذا يصطدم معناها بالواقع اللي هو معناها اشكال تسويق الوضعيات العقاريه. هذا مشكل كبير بالنسبه للمرنقيه لا ينجم معناها ياخذ قرض ولا ينجم معناها يبعث المشروع نتاعه ويقعد ما بين البنك وما بين ليتود وما بين كذا وهذا اشكال كبير ياسر بالنسبه للمجال الفلاحي.
اثنين باش نمشي للاشكال معناها في المجال الفلاحي اللي هو المنتوج الفلاحي، فما مشكل للترويج ليه والا لتحويله، مشكل كبير. هو المنتوج الفلاحي بالنسبه لمنطقه المرنقيه منتوج معناها تناقص معناها بدرجه كبيره، على خاطر ثم اشكال كبير هو معناها ثم التلوث تاع المناطق الصناعيه اللي يلوث معناها المايد المائيه، وبالطبيعه اثر على المنتوج ولات معناها ماهيش صحيه. المجال هذا معناها يعاني مشاكل كبيره، واخونا فخر الدين معناها ملم بالموضوع هذا. نرجع لك الموضوع معناها الاشكاليات في المنطقه الصناعيه في المرنقيه، اشكال كبير ياسر. معناها المنطقه الصناعيه قديمه، تقادمت برشا، التجهيزات قديمه، المشاكل اللي فيها تتجاوز معناها حد معناها الاستثمار وحد معناها التشجيع. المنطقه الصناعيه معناها من الثمانينات اغلبيه المستثمرين سواء معناها خدموا وسكروا، سواء معناها تعرضوا لمشاكل معناها ماليه والا معناها جبائيه والا معناها من نوع اخر اللي ولد معناها مشكل كبير. معناها المنطقه الصناعيه في مرنقيه مسكره، كاد تكون مسكره. عندكمش فكره اذا عندكمش حل لاحداث مشاريع كل مستثمر وشنو مشكلته؟ فما برشا مشاكل. اذا كان تشوف منطقه صناعيه ماهيش قاعده تشغل، ماهيش قاعده تستقطب اليد العامله، اذا كان تشوف معدل البطاله يرتفع في المنطقه، راهو المنطقه ماهيش قاعده تستوعب، ماهيش قاعده تشغل. هذا شغلنا الشاغل احنا في حركه مشروع تونس، نخدموا عليه الموضوع هذا، نخدموا في الشباب، نحبوا معناها نحيوا المناطق الصناعيه هذه. لو تخدم منطقه صناعيه نتاعنا في المرنقيه راه باش يكون عندها اثر معناها كبير برشا. عندنا برشا مصانع عندها تاريخها، ومعناها اولاد المرنقيه يعرفوها، وقت اللي تخدم معناها المنطقه هذه تكون عندها اثر معناها ايجابي على المنطقه. ثم احداث المشاريع معملين برشا فقط على المنطقه الصناعيه انتم؟ لا، عندنا مشاريع باش نحاولوا نثمنوا معناها العمل معناها بالنسبه للمستوى معناها العمل البلدي، نحاولوا نثمنوا النفايات، باش نحاولوا نبعثوا معناها نقطه للرسكلت النفايات باش تكون معناها اكيد عندها معناها اثر ايجابي، وباش تكون عندها طاقه تشغيليه معناها في المنطقه. وان شاء الله معناها نوصلوا معناها مبدئيا معناها ننطلقوا في البرنامج هذا، ومن بعد نجموا نطوروا ونجموا. شكرا لك. شكرا سي محمد الطياري عن حركه مشروع تونس. سي فخر الدين ترجمان عن قائمه غدوه خير. شكرا. كما قلت لك بكريكه جديده، منطقه فلاحيه بامتياز. اول حاجه باش نركزوا عليها هي احداث مصانع تحويل المنتوجات الفلاحيه اللي هي عندنا مشاريع الواعده، كما طماطم تشيح، طماطم طومات سيشي، كما الجناريه، استقطاب المستثمرين من الخارج، تنظيم المنتوج هذايا مع الاجانب، خاطر يولي نخمو في دي بلاتفورم تجمع الفلاحه وهما يكون نقطة التواصل مع الأجانب اللي يحبوا يشريوا، وما يكونش ديريكت مع الفلاح، خاطر يلزمنا احنا نفرضوا السعر على الفلاح مش على الأجنبي، مش الأجنبي يفرض علينا. كما خموا علاش لا نجموا نعملوا توأمة بين بلدية جديدة مثلا وبين بلدية من البلديات الخارج اللي هي خاصة المناطق الفلاحية اللي قاعدين يجيونا وقاعدين نتعاملوا معاهم. إحداث هيئة محلية للاستثمار. أنتم قلتوا إحداث آلية محلية لمتابعة إنجاز المشاريع المعطلة، اللي فما برشا مشاريع تعطلت يا من تراخيص يا من المقاسم مش حاضرة. عندنا 12 هكتار منطقة صناعية لحد الآن مازالت ما بداتش في التهيئة نتاعها، ماذا بينا معناتها باش نخدموا باش يقع التهيئة نتاعها، كما قلت لك استقطاب المستثمرين. عندنا مقترح نتاع سوق جملة، عندنا تهيئة الأسواق الأسبوعية، عندنا مقترح نتاع ارساء مقاومات الاقتصاد تضمن تطوير مجال جديد للتشغيل، معناتها كما قلت لك تحويل المواد الغذائيه بصفتها هي منطقه فلاحيه تلعب دورين، دور انك تعمل التنميه في المنطقه للفلاح باش يروج المنتوج نتاعو، وفي نفس الوقت تنجم تعمل تشغيل، فهمتني، للمواطنين. احداث مسلخ، احنا المسلخ واقف في جديده، احداث مسلخ مثلا متطور ولما لا احنا يكون معناتها حتى للتصدير، وديجا احنا بدينا في امكانيه مشروع على طريق الاتحاد استقطاب مستثمر بالترابط مع المانيا، يجيب اللحم من المانيا ويقع الريسكلاج نتاعو حسب الطلب ويعاود يبعثه، وفي نفس الوقت يخدم المحلي للززاره الصغار. وعلاش لا، خاطر زاد هذايا عندنا القصابين برشا في جديده، مسلخ واقف كيف كيف العمل على احداث مدرسه المهن ودعم. شو الحل اللي سقاه القرى الحرفيه اللي حكيت عليها بكري شوي؟ قرى الحرفيه نجموا نوفروا مكان، علاش لا، باش نعملوا قرى حرفيه لفام ريرال، نجمعوهم
نجموا كيف كيف نستقبلوا لي دوم الكوميتي اوروبيان، وديجا صارت التجربه هذه. نجبوا مش كان انت موارد البلديه كيما باش تخدم على الصناعه، كيما باش تخدم على الاستثمار، كيما باش تخدم على استقطاب لي دوم اللي هي موجوده من الكوميتي اوروبيان، معناتها يلزمك تخدم على الموارد لتفعيل المشاريع. بون التنميه في البلاد راه مش كلام هكا هو، فما اليه باش تخدم بها، فما افكار، يلزمك عندك الاليه لتفعيل المشاريع. الساعه والسياحة الفلاحية، الفكرة السياحة الفلاحية عندنا قصر شوات، عندنا برشا أماكن كما شفت في الخارج، لاغرو توريزم يجي السائح للفيرما توفر له المكان وين باش معناها الفندق نتاعو، لكن يعيش في المنطقة هذيك، في نفس الوقت يرى كيفاش تتعامل مع البقرة، يرى التراكتور، يرى كل شيء، فهمتني؟ وفي نفس الوقت يعيش معناها الاستهلاك من المنتوج الضيعة هذيك، ينجموا وبدينا فيها ديجا، وفما فلاحة اللي هما راغبين يحب يعمل معناتها سياحة فلاحية. ميزون دوت علاش تمشي بالنسبه لكم؟ ممكن تمشي ممكنه، ماهوش ما فما حتى شيء صعيب، بالاراده تنجم توصل كل شيء، واحنا هذا اللي قاعدين ناطروا فيه الفلاح وقاعدين نمشيوا فيه، وهي مش حكايه راهو فلاح ولا صناعه ولا تجاره، انت عندك منطقه بلديه اليوم فلاحيه بامتياز، تنجم تمشي كما قلت لك المشاريع الواعده اللي هي استقطاب السياحه الفلاحيه، لما لا عندنا صيادين. حاجه اخرى زاده باش نمشي الطب الشغل، تفعيل المركز الوسيط، عندنا الفلاح يستعملوا ياسر ادويه سامي. واضح، شكرا لك سي فخر الدين. ترجمان عن قائمه غدوه خير، نجيو سي فوزي جاب الله عن حركه النهضه. شكرا. بالنسبه للسياسات المعتمده لتشجيع التنميه، اذا كان مثلا تناولنا المشتركات المعطله سواء الجانب الاقتصادي والجانب الصناعي او حتى الجانب التنموي العقاري، نلقاو بان المشاكل العقاريه وخاصه المشاكل القانونيه في العقار هي اللي معطله بشكل كبير، وهذا فيه اجزاء من الحلول، فما اجزاء تستحق فقط بعض الجراه، لانه في السنوات الفارطه الحقيقه، وهذا ربما انا لاحظته حتى بحكم ما انت كمحامي، انه فما بعض البلديات يتيح لها القانون اجراء تسويات ومثلا تسليط خطايا وتسويه الوضعيات، ولكنها خوفا من احتمالات انها تؤول تصرفاتها وربما نقص نوعا ما في الجراه تتخلى على الحق اللي يمنح لها القانون، ولا راهو القانون يسمح للبلديات ان تجري تسويات تحت الضوء، مش تسويات تحت تسويات قانونيه مع بعض المناطق اللي هي الجانب القانوني هو المعطله في التنميه او العقاريه. احنا عندنا في منوبه مثلا فما مناطق ملكيتها متقسمه على عدد كبير من الناس لا تنجم تعطى فيها رخص ولا تنجم تم استغلالها، وهي في مجال البلدي المنوبه كما المشاريع فما منطقه صناعيه، فما منطقه صناعيه معطله على الجانب العقاري. اذا كان البلديه عندها قدره طبقا للقانون، ونحن ديما تحركوا في دار القانون تجري تسويات وتسلط خطايا وتسوي الوضعيات فليكن، اذا كان ما فماش والامر يستلزم قانون، فاحنا باعتبارنا ايضا في وسط حزب علينا ان نلجا الى بقيه مؤسسات الدوله، الكتله البرلمانيه، الحكومه، والعمل حتى الشراكه، فما بعض الحلول اللي تتحل في اطار شراكه من المسائل هذه. ناخذ منوبه مثلا بالذات اللي انا مترشح فيها وبلديه منوبه، بلديه منوبه طبيعتها ومساحتها، منوبه مثلا مساحتها 833 هكتار، يعني تقريبا 8 كيلومتر مربع، كي تاخذهم كمستطيل كانهم 4×30، يعني منطقه صغيره، وطبيعي وفما اكتظاظ سكاني ومقدمه على اكتظاظ سكاني قادم، فبالتالي ما تنجمش تبني اقتصاد المحلي للبلدية منوبة على الجانب الصناعي، إنما تنجم تبنيه على الجانب الخدماتي، تنجم تبنيه على الجانب التجاري. مركز الولاية في منوبة ما فيهاش منطقة تجارية، ما فيهاش منطقة تجارية في قلب منوبة، هذا إشكال. احنا عندنا مثلا نجم نستفيدوا حالا من التجارب العالمية، أنا بكري ذكرت لك المركب الجامعي مع عدد الطلبة وعدد الأساتذة والمركب القريب ليه، هذا فما مدن في العالم عندها تجارب على بلديات جامعية، تدخل العدد هذا من الناس في الاقتصاد المحلي، تهيئ حتى مسألة التهيئة تتربط بهالكثافة هذه. إلى جانب الفئة هذه من الناس فما زاد نقطة مهمة جدا اللي هو صناعة النسيج، واللي تعتمد عليها برشا ولايه منوبه، تقريبا 43% من مدخولها الصناعه صناعه النسيج. اليوم حتى حد ما حكى مثلا على المعامل نتاع النسيج، على الوضعيه نتاع الخدامه داخل المعمل هذا، العاملات داخل المعمل هذا، هل يمكن تطوير القطاع هذا والا نمشيو لقطاع اخر؟
إذا كان فما مشاكل خصوصية لابد من التعامل معها مع بقية المتدخلين فيها. إذا كان فما مشاكل مع قطاعات معينة عندها إشراف إما من جهات إدارية أو من جهات نقابية لابد أنه تكون فما البحث على شركات، لأن الشركات ما تتبحثش فقط ما بين الأحزاب السياسية، تتبحث على شركات وعلى توافقات حتى مع الأطراف النقابية والأطراف التنموية والكل. أنا يهمني أيضا أنه نلاحظ بأنه فما بعض المناطق الصناعية من الممكن أنه نوسع دائرة التفكير في نقلتها من منطقة صناعية تقليدية إلى منطقة ذات خدمات صناعية، ربما منطقة دوار هيشر تنجم السانسبير من شرقية واحد مثلا. شرقية واحد تطورت مع الزمن، واليوم شرقية واحد هي منطقة متاع خدمات صناعية وتجارية وإدارية أكثر منها خدمات إنتاج صناعي، خاصة كي تكون في وسط مناطق أهلة بالسكان ومكتظة. أعتقد أنه في الجانب الفلاحي لما لا، وهذا لابد أن تكون فيه شراكات ما بين بلديات لإحداث سوق جهوية منوبة فلاحية، هي فلاحية ومطلة على ولاية الشمال الغربي وهي مناطق فلاحية بامتياز، فبالتالي إحداث سوق جملة فلاحية مهم في منوبة. أنا في الثواني هذه أقول أنه أيضا ترشيد النفقات المالية وتحيين والحرص الشديد على استخلاص ديون البلديات هو مهم جدا للنفقات. شكرا لك. هذا ينجيه في المحور الموالي اللي هو الحوكمة المحلية وحسن التسيير وترشيد النفقات، يدخل في إطار الحوكمة. نمشيو لهذا الفصل ثم نطرح سؤالنا في مجال الحوكمة المحلية. موضوع الحوكمة المحلية، نجيو معك انت سي سليم عمارة عن قائمة أولاد منوبة، قائمة مستقلة. شنو رؤيتكم للحوكمة المحلية للديمقراطية التشاركية؟ كيفاش ناويين في علاقة بالمحسوبية، في علاقة بالموالاة، كل ما يتعلق ربما بشبهات فساد في الصفقات العمومية، شنو برنامجكم في هذا الإطار؟ وسي شيك، حاجة بالحاجات اللي خليت احنا كمستقلين اللي ما عندنا حتى تجربة سياسية قبل ندخلوا للبلدية، فابني هو كيرينا فيها 7 سنين هذوما ما صار حتى شيء، برشا كلمات، برشا درشنية، برشا رخصة تعطى، وبرشا كما يحكي سي فوزي بليكا، معناتها المشاكل هذوما الكل اللي باش نبداو نعالجوهم من توا فينا من 2011 توا. البلديه اش بها كمان؟ البلديه كانت السلسله اللي تسمى النيابه الخصوصيه، النيابه الخصوصيه، النيابه الخصوصيه حتى ما عندها حتى صلاحيات نقولوا مي مربوطه بالدولة اللي تحكم، صحيح ولا مش صحيح؟ طيب اليوم فما مشكلة حوكمة، رؤيتكم انتم للحوكمة المحلية. اون فا نوزامبلي كيف الحكاية هذيا، بس نوزامبلي كيف الحكاية هذي، فهمني؟ باش نشوفوا من قريب، فهمني؟ باش نحاولوا، فهمني؟ نحكموا بالتشاركية، نشاوروا العباد، فهمني؟ خاطر القائمة مش بالنسبة لي أنا مش 24، قائمة أكثر. ديجا احنا في البرنامج نتاعنا، البرنامج ما عملتوش وحدي شاركت فيه، فهمتني؟ شاركنا فيه يمكن يجي 35 واحد باللي في القائمه، باصحاب القائمه، باللي يشجعوا في القائمه، باللي يحبوا منوبه. دونك باش يكون معناتها الحكم نتاعنا كيما عملنا برنامج مع العبيد، مع ولاد منوبه، مع جماعه منوبه، فهمتني؟ باش نحاولوا نحيوا هالمحسوبيه هذيا. وحاجه يكون للمراه للشباب دور في القرار، في اخذ القرار. باش يكون فما دور للمراه، فما دور للشباب في اخذ القرار، باش تشاركوهم دور كبير برشا للشباب، فهمتني؟ الشباب هو بالنسبه لي انا هو الباز، الشباب هو القلب النابض، الشباب هو اللي قد البروجرام هذايا، الشباب معناتها اللي وقت اللي تعطيه فرصته السيكلات حاجه بركه احنا نحاذيوه نحيطو بيه، فهمتي؟ وقت اللي يغلط نتحملوا احنا المسؤوليه الغلطه نتاعو باش ينجم، خاطر اذا كان يغلط، اذا كان ما يغلطش بلوتو، فهمتي؟ ما يتعلمش. الشباب هو راس المال، فهمتني؟ دونك وهذا برنامجنا معناتها في الحوكمه المحليه، ان شاء الله اللي تكون رشيده. طيب كيفاش تعملوا في المحسوبيه؟ نعرفوا اللي ساعات تبدا موجوده، اعطيني ماشي لي باش نقضي لك. ما هذا احنا خاطر ولاد المنطقه غاديك على النطاق المحلي سهله، ما فماش، ما مش باش تكون في المحسوبيه بالنسبه لي
شكرا لك سليم عمارة عن قائمة أولاد ملوبة. سيدة وردة عطية عن التيار الديمقراطي نفس السؤال. يظهر لي الناس الكل تعرف التيار الديمقراطي، نقولوا احنا نظر شوفال دو باتاي يعني مقاومة الفساد. يظهر لي فماش أكثر من التيار الديمقراطي يحكي على مقاومة الفساد في البلاد هذه والمحسوبية في بلادنا. دونك مش نحاول نكرسوا احنا مبادئ الحكم الرشيدة ومقام الفساد باش نقاوموها كما قلت لكم قبيله، هي يعني من الاولويات عندنا نحن، ان احنا باش نقوم بالتصريح العلني وان شاء الله يكونوا معنا كل المستشارين، يعني خاطر باش يكون مجلس ان شاء الله يعني متنوع ان شاء الله ما فيهم رئيس البلديه، باش نقوم بالتصريح العلني لممتلكات كل المستشارين. الحاجه الاخرى باش نحاولوا نعملوها ان احنا مش نعقدوا اجتماعات دوريه مع المواطنين. يعني احنا كيف نعملوا مشروع ما هوش باش نخبيوه المشروع هذا ولا نغموا عليه، احنا مش نعملوا مشاريع وتكون ظاهره للعيان والعباد مش تحضر وتشارك. واحنا في دور هيشر تبارك الله عليهم، يعني اهالي دور هيشر احضرت يعني توا نهارين انا في النيابه الخصوصيه عيطونا على كما قلت لكم على مشروع يعني تصرف فيها الامطار. يعني امراه كبيره شويه قالت لهم انا منشي اميه منشي قاريه تفهموني بالعربي، نحب نفهم شنو هو المشروع هذا. قال لها ابي اس وابي دي شكون تحكيو بالسوري، قالت لهم. دونك اهالي دور هيشر واعيين حتى لو ماهمش قارين فيهم، ناس واعيه ما شاء الله عليها ويطالبوا بحقهم ويحبوا يعرفوا شنو اللي فما. احنا باش نزيدوا نمشيو في الحكمه الرشيده مش غير هالاجتماعات اللي ان شاء الله مش واجب منا، خاطر هذه حسب المجله الجديده للشؤون المحليه يعني التشاركيه لازم منها. مش نحاول نعمل رقمنه الاداره، رقمنه الاداره يعني ممكن الواحد منا هو في داره يتبع الملف نتاعو في الوصل. مش نحاولوا زادة في الإدارة إن احنا يعني يكون في السيت ويب نتاع البلدية شنو هما الأوراق المطلوبة لكل ملف. وإذا كان أنت سي شاكر تمشي البلدية نتاع دور هيشر ويقولوا لك الورقة هذه غير الأوراق اللي قريتهم أنت وحضرتهم من دارك، يقول لك الورقة هذه ناقصة. أنت عندك الحق تمشي المكتب علاقة مع المواطن وتمشي أنت السيد هذاك تحاسبه. ولازمنا نحاسبوهم الناس اللي تطلب ورق زايده وتخلي الناس تمشي وتجي نهار كامل على الاداره، مش نحاسبوهم احنا ان شاء الله. وما نخليو زاده المواطنين زاده يتجرؤوا على الاداره نتاعنا زاده، اذا كان المواطن مش يقوم زاده بعنف يعني الاعوان بلديتنا ما نش نسكتوا له. دونك احنا مش نحاولوا ان احنا بتشارك مع المواطنين نتاعنا مش يكون كل شيء في السيت ويب نتاعنا ان شاء الله. دونك مشاريعنا شنو اللي قاعدين شنجزنا مش ننجزوا في الجلسه التشاركيه مش يكون كل شيء مطروح قدامهم ان شاء الله. ما هوش باش يغيب عليهم حتى شيء مواطني دور هيش. الولاءات احنا كيف نقول لك المشاريع كل مش تكون موجوده حتى يمكن الرخص مش تكون يعني الرخصه هذه خذاها ما نعرفش طلب المحل هذايا سي شاكر مش نحطوا سي شاكر. اذا كان واحد يشوف روحه اهل اكثر من سي شاكر ينجم يظل. مش يكون كل شيء يعني ان شاء الله بالوضوح في السيت ويب نتاعنا ان شاء الله. شكرا لك، شكرا السيده ورده عطيه على التيار الديمقراطي. نفس سؤال سي محمد الطياري عن مشروع تونس. شكرا مره اخرى. باش نبدا بمقاومه الفساد على خاطر معناها مقاومه الفساد ما تنجمش معناها ترسي منظومه فيها معناها ديمقراطيه وفيها معناها مبدا معناها التكافؤ بين الفرص وفيها مبدا العدل وارساء عداله ديمقراطيه وارساء سلم اجتماعي في منطقه وانت ما قاومتش فيها الفساد. ابسط الحاجات معناها اللي باش نبداو بها ماناش باش معناها باش نتعصفوا على العباد والا ماناش باش نكونوا معناها في موقف معناها موقف القوي على الضعيف، ماناش باش نكونوا في علاقه معناها عموديه مع المواطنين، باش نكونوا في معناها في علاقه افقيه باش نحاولوا معناها باش نرسيوا معناها ثقافه السائل والمسؤول الواجب وما هو منشود. معناها باش يكون المواطن مسؤول ماهوش باش يكون معناها متهم، باش يكون هو مسؤول على معناها افعال على منظومه عمل وباش تكون معناها بيناتنا تشاركيه. اكيد باش تكون ثم تشاركيه ما بين معناها المجلس البلدي وما بين المواطنين، خاطر المجلس البلدي في المنظومه الجديده اللي معناها اللي باش يكون فيها ماهوش باش ينجم يكون يخدم وحده، ثم جمعيات ثم مجتمع مدني بكافه اطيافه، ثم تشريك للمراه، ثم تشريك معناها لكافه اطياف المجتمع. ولذا معناها المبدا الاولاني هو مقاومه الفساد والمحسوبيه ومبدا العداله باش نحقوا سلم اجتماعي ونحاولوا نسترجعوا ثقه المواطن وتكون ثم علاقه باهيه شويه. اثنين باش نمشي للحوكمه المحليه اللي هي الحوكمه الرشيده باش تعتمد على رسم اهداف، باش يكون التصرف وفق منظومه تكون عندها اهداف. التصرف في الموارد البشريه والتصرف في الموارد كل ما يكون معناها تحت معناها تصرف المجلس البلدي باش يكون التصرف فيه
معناها يكون حسن التصرف وحسن الاستغلال باش ينجم يؤدي لنتائج اللي يطمح لها المواطن واللي معناها يكون هو معناها شريك في اقتراحها، على خاطر باش تكون معناها في الوقت اللي باش تكون انت معناها تكرس مبدا التشاركيه في القرار، راك باش تكرس مبدا التشاركيه في النتيجه، وقت اللي باش يكون المواطن معناها شريك في معناها تقديم المقترحات، باش يكون معناها شريك في الجلسات التشاركيه معناها لدى المجلس البلدي، باش يكون صوته ممثل، وباش يكون معناها عنده صدى في معناها في تنفيذ البرامج. هذا يكون معناها المبدا الاساسي نتاعنا في تكريس منظومة الحكم الرشيدة والاعتماد كل الاعتماد على معناها أطياف المجتمع المدني والجمعيات، وباش نوصلوا معناها نحققوا معناها المنظومة هذه اللي باش تكون معناها منظومة معناها تخدم المجتمع وتخدم المواطن معناها بصفة خاصة، يلزم تكون هذه معناها معناها تخدم في ظروف الشفافية وتخدم في ظروف معناها مبدأ التعامل وفق معناها مبادئ الديمقراطية والشفافية والعمل على إطار معناها إرساء سلم اجتماعي داخل المنطقة. شكرا لك، شكرا سي محمد الطياري عن حركة مشروع تونس، سي فخر الدين ترجمان عن قائمة مستقلة غدوة. شكرا. في المجال الخدماتي الإداري والحكم المحلية، أول حاجة تركيز خلية تعنى بالحكم الرشيدة ومقاومة الفساد. إرساء آلية محلية للسهر على حسن إنجاز المشاريع واحترام أجل تنفيذها تهيئة البنية التحتية ومراجعة مثال تائي العمرانية بجديدة، هذا حكيت فيه بكريكا. تفعيل برامج تعاون للتطوير دخل الجمعيات والمنظومات والمنظمات في التواصل بين المواطنين والجهاز العمومي المحلي لتكريس مبادئ التشاركية في اختيار المشاريع والبرامج التنموية محليا. بعث مرصد محلي للشباب ومجلس شبابي محلي لدراسة المشاغل والشواغل الشبابية ومعالجتها. ماذا بينا معناه يكون الشباب موجود ويكونوا مقترحات ونأخذها بعين الاعتبار ويشارك مقترحات المرصد هذا في المجلس البلدي. في المجلس البلدي إن شاء الله كان سهل ربي. استغلال الأراضي المهملة، زادة فما برشا أراضي تقع على ملك البلدية لكن ماهيش مستغلة، وهذا لاحظناه برشا، وفما برشا شباب يحبوا عندهم التكوين ويحبوا بعث المشاريع، علاش لا نسهلوا لهم وعلاش لا ياخذوا الاراضي هذه ويستثمروها وفي نفس الوقت تكون مداخيل للبلديه. ومن الفكره هذه نجموا نستغلوا برشا اراضي البلديه، نعملوا منشات تابعه للبلديه سواء محلات سواء مساكن سواء اداره، والهذايا يدعم المداخيل والموارد البلديه. طيب تشيك المراه بالنسبه للمراه، كما قلت لك اول حاجه هي دور التكوين الحرفيات، تشريك المرأة كذلك في المجلس البلدي وتفعيل الرأي متاحة، الإحاطة بالعائلات المعزة والتفكير في إحداث منح الإعانات الاجتماعية خاصة للفاقدي السند والنساء الضعاف، نخدموا زادة كيف كيف على بعث مشاريع للنساء، مثلا فما برشا نساء حرفيات، فما برشا نساء يحبوا يعملوا مشروعهم مش متكونين، هذاك علاش بعث دور تكوين سواء للنساء سواء للرجال، تكوينهم في الحرفيات، تكوينهم في المجال الفلاحي، تأثيرهم زادة في القروض كما تربية نحل كما نسيج كما أعطيني على مستوى الحكومة المحلية خاصة على مستوى حسن التسيير، على مستوى الرفع من نسب التأطير، على مستوى تحسين الخدمات جودتها. كما قلت لك مراقبة الإدارة بالتركيز خلية تعنى بالحكومة الرشيدة، مقاومة الفساد، تسهيل بعث دوائر في الجهات، تقريب الإدارة للمواطن، هذا اللي إن شاء الله نسعى عليه. زاد كيف كيف الطفولة، دعم مؤسسات الطفولة والدفع التنشيط التربوي والاجتماعي للطفولة، كيف كيف عندنا مركز المعاقين في جديدة ذوي الحاجة، معناها نحبوا نوسعوه ونأطروه ونبعثوا فيه التكوين. شكرا لك، شكرا سي فخر الدين ترجمان عن القائمة المستقلة غدوة خير. جيو لك انت سي فوزي جبل عن حركة النهضة. شكرا. بالنسبة لرؤية الحزب للديمقراطية التشاركية ومنزل الحوكمة المحلية والابتعاد على المحاباة، احنا نحب نذكروا لهنا باللي انه الفصل 139 من الدستور هو احد الايقونات في الدستور 2014 باعتباره يتحدث على آليات ومبادئ واهداف
الاليات هي الاليه هي الديمقراطيه التشاركيه، المبدا هو الحكم المحليه، والهدف هو ضمان اوسع مساهمه لمشاركه المواطن في اعداد البرنامج ثم في متابعه التنفيذ. اذا المواطن نوفر له الاليات اللي تمكنه من ان يكون شريكا عند اعداد البرامج والمشاريع وان يكون شريكا في متابعه التنفيذ، فان بالضروره سنكون قد خطونا خطوه هامه تستحق اضافات لكنها خطوه هامه في اطار تحقيق الحوكمه. بالنسبه لنا الديمقراطيه التشاركيه مهمه ولكنها تطرح تحديات. ثم تحدي اليوم في 2018 هو انه نعيد بناء ثقه ما بين المواطن والسلطه، لانه الثقه هذه كانت مفقوده لسنوات طويله. ثم تحدي ان تحقيق انتظارات المواطنين، لانه المواطن ينجم يجي يشارك معك مره ولا اثنين، ولكن اذا انتظاراته ما تحققش فبالتالي باش يصير تخلي على عمليه المشاركه، لانه المشاركه هي طلب منك وهي استجابه من المواطن. ثم التنسيق، لانه احيانا عندما نستعمل المشاركه وهذا معروف حتى في المعايير الدوليه، اذا اعتمدنا المشاركه والديمقراطيه التشاركيه فانه عقدنا اليات اتخاذ القرار. تعقيد اليات اتخاذ القرار يستلزم الخبره واعتماد الخبراء وذوي القدره على التنسيق الاجتماعات والمشاريع. في ادوات تشريك المواطنين هو المعايير الدوليه تقول لك بانه فما تدرج من الديمقراطيه التمثيليه الى في النهايه تنجم توصل قرب الديمقراطيه المباشره وهي الديمقراطيه التشاركيه. فما اليات موجوده قديمه في العمل البلدي باش تعتمدوا نفس الاليات كما مثلا الجلسات التمهيديه، ولا عندكم اليات اخرى باش تحثوا؟ احنا عندنا مجموعه من الاليات فيها تدرج لكن ستعتمد كلها، وهي الاعلام والاستشاره والتشاور والقرار المشترك. الاعلام يكون عن طريق توفير المعلومه، توفير المعلومه المباشره، ضمان نفاذ المعلومه، فما قانون نفاذ المعلومه على بلديات ان تكون اول الجهات الرسميه التي تخضع له. اعتماد شبكه التواصل الاجتماعي، هذه شبكه التواصل الاجتماعي اليوم حملات رئاسيه في الدول الغربيه، ماكرون وترامب يقوموا بحملات رئاسيه على التواصل الاجتماعي، فبالتالي هي وسيله من وسائل التواصل. تركيز قاعده بيانات جغرافيه بالصور والاسماء والانوج والمشاريع يمكن المواطن من انه يعرفها، وتوفير مواقع تفاعل حتى على الانترنت بطبيعه الحال تمكنك مش فقط انه يطلع لكن ان يكون شريك. ممكن هذا بالهيكل الموجوده بتاع البلديه ممكن اليوم؟ ممكن، انا ناكد لك بانه هذا ممكن تقنيا، وممكن طبعا يستلزم وقت ربما، لكنه ممكن بشكل تقني ربما، لكن الاعتناء بالموضوع هذا في مختلف مؤسسات الدوله ما خذاش القدر اللي يستلزمه. طيب هذا حدثني عن الولاءات سي فوتي. هو الولاءات تنجم تستنتجها والمواطن يجب يستنتجها من حاجتين، اولا طبيعه الاشخاص المترشحه، لانه احنا في دائرات في دوائر صغيره، فالاشخاص نسبيا تعرف بعضها، واللي ما تعرفوش نجم تسال عليه، فطبيعه الاشخاص المترشحه تمكنك من انك تعرف ماشيين الولاءات ولا، وايضا الشفافيه والتراسابيليتي، هذوما زوز اساليب تمكن من تخفيف. شكرا لك، شكرا سي فوزي جاب الله عن حركه النهضه. مازال سؤال اخير في علاقه بالعمل البلدي نطرحه بعد هذا الفصل. سي سليم مارا، عن القائمة المستقلة أولاد منوبة وبقية المترشحين، الإجابة في دقيقة واحدة فقط. نبدأ بك أنت سي سليم، علاش ترشحت للانتخابات البلدية؟ حاجة سهلة، خاطر ريت حتى شيء مش ماشي في 7 سنين، معناتها ريت شوت ليبر في كل شيء في بلادي. دونك قلت مادام هما ما عملوش خلنا ندخلوا واحدة نعملوا فوالا ونجربوا كيما جربوهم ما عملوش، بكشي كي نجربوا احنا نعم هكا هذيك هي. ضامن النتيجة ولا ماكش ضامنها؟ ضامن النتيجة ولا لا؟ بقدرة ربي. طيب شكرا لك، مع بعض التصحيح اللي هو 30 ثانية راهو الإجابة على السؤال ماهوش دقيق. طيب سيدة وردة عطية عن التيار الديمقراطي نفس السؤال، علاش ترشحت؟ أنا ترشحت على خاطر في أنا البلاد الكل من قبل حتى يعني الثورة مش عجبتني. دونك نحب إن شاء الله وربي قدرني أنا والمجموعة اللي معايا واللي يحبوا تونس الكل باش نحسن البلاد. يعني واحد يخرج من زون دو كونفور نتاعو وينقد وهذاك يعجب وهذاك ما يعجبش، يكون فاعل وراني تقدر تعمل. دونك هذه سمعتها أنا في الراديو خذيتها بعين الاعتبار. يزم من الحديث في التراكن واخرج اخدم وشوف حقيقة الميدان وحصل. شكرا لك، شكرا السيدة وردة عطية عن التيار الديمقراطي. سي محمد الطياري عن حركة مشروع تونس نفس السؤال. ترشحت للمناسبة هذه اللي هي الانتخابات البلدية حبا ورغبة في خدمة منطقتي اللي أنا نسكن فيها أول حاجة، ثانيا خدمة معناها لمواطنين منطقتنا، وإذا كان احنا باش نعملوا حاجة أكيد باش نبدلوا حاجة باش تكون في مصلحة الناس كل، مصلحتي ومصلحة مواطنين مرنقية. شكرا لك.
سي فخر الدين ترجمان عن القائمة المستقلة غدوة خير، علاش ترشحت المنتخب البلدي؟ ترشحت أنا في آخر لحظة خاطر لقيت أني نجم نقدم الإضافة بصفتي كرئيس اتحاد جهوي وشفت برشا نقائص في البلدية وأكثر حاجة خلتني نترشح اللي الحكومة المحلية كما نحكي والبلدية باش تولي تدخل حتى في المجال الفلاحي وبلدية جديدة فلاحية بامتياز. عندنا برشا برامج كما حكيت لك معناها على التحويل على القطاع الفلاحي على التشغيل في المشال تحويل المواد الغذائية. شكرا لك سي فخر الدين ترجمان عن قائمة غد وخير. نجيو معك انت ونختموا معك سي فوزي جبلة، علاش ترشحت للانتخابات البلدية انت؟ نعم شكرا. انا ترشحت للانتخابات البلدية لسببين، اولا اني اكره البقاء على الربوة، نحب نكون نشيط وفاعل، والثاني اني عندي حلم، عندي حلم انه صغاري ندى وفاطمة زهرة ومحمد يحيى اللي هم تولدوا في منوبة انهم نهار اللي يكبروا ويدخلوا ويكونوا طلبة يعيشوا في مكان نظيف في بلد ديمقراطي ترسخت فيه الديمقراطية فيه الحكم الرشيدة وينجموا ينجحوا في حياتهم وينجحوا امثالهم. شكرا لك سي فوزي جبل عن حركة النهضة. شكرا لكم جميعا، نتقابل غدوة في حلقة جديدة مع مترشحين ولاية جندوبة في الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية ماي 2018. بقيت متابعة طيبة لبرامجنا على الوطنية الأولى، تصبح على خير.